يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من كلام في الميديا. ان شاء الله حلقه النهارده تعجب حضراتكم، وهي اكيد هتبقى حلقه مهمه جدا، لان احنا فرحانين بصراحه بعد فوز النادي الاهلي امبارح او تاهل النادي الاهلي بمجموع المباراتين على حساب فريق صن داونز لدور نصف النهائي من بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي البطوله الاهم بكل تاكيد لكل جمهور النادي الاهلي الكبير المتواجد في كل مكان. فرحة مهمة وانتصار هام جدا، عندنا تفاصيل كتير جدا كمان على مدار حلقة اليوم هنتكلم فيها مع حضراتكم. ضيف حلقتنا النهارده هيكون الأستاذ محمد الديك الناقد الرياضي الكبير، والحديث هيكون في الجزء الثاني بالتحديد من حلقة اليوم فيما يتعلق بمباراة الأمس، فيما يتعلق كمان بالتحضيرات الخاصة بفريق النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، وإن شاء الله أكيد نتمنى دايما في كافة البطولات بالنسبة للنادي الأهلي كل التوفيق. وهنتابع لحظة بلحظة، لسه على فكرة فريق هناك في جنوب أفريقيا بسبب ظروف الطيران هيرجعوا النهارده بالليل، تفاصيل كتير جدا على مدار حلقه اليوم. الاهم الاول، اهم العناوين نشوفها. مران خفيف للاهلي في بريتوريا قبل العوده للقاهره مساء اليوم. مكافاه اجاده للاعبي الاهلي بعد التاهل لنصف نهائي دوري الابطال. وأربعة محترفين بقائمة المنتخب لمباراتي توجو. المزاج العام كده في مصر لما الأهلي بيكسب ويبقى حلو وبيتأهل بيبقى المزاج حلو عند الناس كلها، يعني أغلبية الشعب المصري، يعني عشان نبقى منطقيين مع حضراتكم، طبيعي جدا نسبة كبيرة جدا من الشعب المصري أهلاوية، يعني أكتر من 60% مثلا بيبقوا فرحانين وبيبقوا مبسوطين لما النادي الاهلي بيتاهل. دايما كده انا للاسف عندي عاده كده وعند اغلب المصريين في الحقيقه، اللي هي ايه، تبقى ماسك الموبايل وانت ماشي في الطريق. فالنهارده مثلا انا جاي للاسف الشديد يعني، وانا نفسي اتخلص من العاده دي، ماسك الموبايل، والدنيا ساعات بتبقى زحمه في مصر زي ما انتم عارفين كده، فريحت بالاكسدام في العربيه اللي قدامي يعني. فالطبيعي في العادي يعني ان احنا ايه، ننزل نتخانق، انت اللي غلطان، لا مش عارف ايه، انت اللي غلطان، اتصرف، الكلام من ده اللي بيحصل عندنا. لكن النهارده حصل عكس خالص، انا نزلت اعتذرت للراجل، الراجل نزل اعتذر لي، وقعدنا نعتذر لبعض بدل ما كنا بنتخانق مع بعض في اي ظروف اخرى. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الاهلي كسب، بسبب ان المزاج كويس عند معظم الشعب المصري، وده اللي بيحصل دايما لما الاهلي بيكسب يعني. فمليون مبروك، مليون مبروك لكل الاهلاويه في كل مكان، تأهل مهم لدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وعايزين دايما نفكر بعض ونتكلم مع بعض في إيه؟ في إن دايما دايما الأهم بالنسبة لجمهور الأهلي البطولة. بنفرح، خطوة مهمة جدا، عقبة، أصعب عقبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا هو الفوز وتخطي صن داونز. ده حصل. إحنا إمبارح كمان كان ممكن نكسب الماتش عادي جدا، يعني إحنا كان ممكن نجيب 2 3 4 عادي. تألق عدد كبير من اللاعبين، جهاز فني ممتاز، ما غلطناش لما قيمنا الراجل بدري خالص، ما غلطناش خالص، فعلا مدير فني يستحق ان هو يكون متواجد في المكان ده كمدير فني للنادي الاهلي. ففي جوانب عديده، لكن الاهم بالنسبه لي ان الاهلي رد الاعتبار. احنا بعد شهر من دلوقتي زي السنه اللي فاتت كنا في قمه الحزن، ما كناش مصدقين نفسنا ان الاهلي خسر 5 في مباراه الذهاب هناك في بريتوريا من صن داونز، كان موضوع صعب جدا على كل جماهير الاهلي، ما حدش كان قادر يستوعب اللي حصل. ظروف مختلفه بقى، اخطاء ممكن تكون من النادي الاهلي نفسه، سواء اخطاء فنيه او اخطاء اداريه، ما فيش مشكله ما تعترف بالكلام ده، لكن الجميل انك تصحح الاخطاء دي من خلال مباراتي هذا العام، وده اللي حصل. النادي الاهلي فاز في القاهره 2-0، راح هناك اتعادل 1-1 لانه سافر بدري، لانه رتب كل اموره بشكل مظبوط، لانه اتعلم من اخطائه. فانت رديت الاعتبار من خلال تعلمك من الاخطاء اللي انت ممكن تكون ارتكبتها في الماضي، وبالتالي اسعدت جمهورك بالتاهل لدور نصف النهائي المنتظر. كمان جمهور النادي الاهلي منتظر ايه؟ منتظر الفوز باللقب، وده الاهم في كل الاحوال. في جوانب عديده انا حابب اتكلم فيها مع حضراتكم، يعني بخلاف الفرحه وان احنا كلنا مبسوطين بفوز النادي الاهلي وتاهله، لكن في خطوات لازم ناخد بالنا منها، خطوات مهمه. الخطوات دي بتتمثل في ايه؟ مجلس اداره النادي الاهلي. لو نرجع ورا كده شويه مع بعض،
مباراه النجم الساحلي الاولى في دور المجموعات هناك في تونس في ملعب رادس، لما خسرنا 1-0، لما اتطرد من عندنا ايمن اشرف في اول 12 دقيقه، لما كان الحكم جوشوا بوندو الحكم البوتسواني هو اللي بيدير هذا اللقاء، واللي كان في الحقيقه قمه بالتحديد من حيث الاداره الفنيه للقاء، وده كان واضح للكل واضح للجميع. الاهلي عمل ايه ساعتها؟ وانا لازم اسرد لحضراتكم الامور دي عشان نفكر بعض بالخطوات اللي ادت في الاخر ان احنا نشوف بكاري جسامه امبارح غصب عنه بيحكم بشكل عادل. يعني تحس الراجل وهو بيدي قرارات عادله كده يمكن متضايق شويه، لكن هو كان غصب عنه ماشي بشكل كويس في مباراه الامس. ليه؟ عشان الخطوات اللي انا بقولها لحضراتكم اللي حصلت بدايه من شهر ديسمبر تحديدا بعد مباراه النجم الساحلي، النادي الاهلي عمل ايه؟ خاطب الاتحاد الافريقي لكره القدم، خاطب الاتحاد الدولي بخصوص الحكام. في خطابه في الاتحاد الافريقي تحديدا قال اربع نقط انا عايز افكر حضراتكم بيها. اول حاجه قال ان لازم يبقى فيه الفار في بطولات دوري ابطال افريقيا. تاني حاجة أو في كافة البطولات يعني. تاني حاجة طلب عدم تكرار تعيين نفس الحكم اللي هو جوشوا بوندو في نفس البطولة للفريق بالنسبة للنادي الأهلي. تالت حاجة قال لك إيه؟ قال ضروري تعيين حكام النخبة للمباريات الكبيرة زي مباريات الأهلي والنجم الساحلي في التوقيت ده أو أي مباراة يعني في بطولة دوري أبطال أفريقيا. عيب جدا لما نكون في بطولة بهذا الحجم ويكون الحكام مش على قد مستوى الفرق وعلى قد مستوى الحدث. رابع حاجة قال لك إيه؟ قال لك ضرورة التأكيد على اللجنة المكلفة باختيار الحكام لإدارة المباريات بالالتزام بالحيادية، وده اللي طلبه النادي الأهلي. بعد كده بعد ما خاطب الاتحاد الأفريقي خاطب يوم 3/12/2019 الاتحاد الدولي للحفاظ على حقوقه. الاتحاد الدولي قال لك إيه؟ قال لك هات لي اللقطات، طلب من الأهلي هات لي اللقطات الخاصة بالمباراة دي وإحنا نراجع ونشوف الدنيا إيه. فعلا الأهلي يوم 10/12 بعت كل طلبات المطلوبة منه بخصوص مستنداته وبخصوص مخالفات حكم مباراة الأهلي والنجم الساحلي للفيفا. إيه اللي حصل بعد كده؟ كان في تحذيرات شديدة للحكام في البطولة بضرورة التزام الحيادية، وده اللي حصل ودي نقطة كانت مهمة جدا. من بعد مباراة جوشوا بوندو والنجم الساحلي ما عانيناش قوي من الحكام. بيبقى في أخطاء والأخطاء بتبقى وارده ليك وعليك بتحصل، لكن ساعات بيبقى في أخطاء متعمدة. فمن ساعة مباراة النجم الساحلي ما حصلتش الأخطاء دي. قبل مباراة الإياب بالتحديد، أو مش قبل مباراة الإياب كمان مع صن داونز، ده من بداية ما عرفنا إن الأهلي هيقابل صن داونز كان في تحركات زي ما أعلناها لحضراتكم الأسبوع اللي فات من قبل كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من خلال خطابات مستمرة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخصوص التخوف والتحفظ على تعيين بكاري جسامه لمباراه الاياب عشان الماضي اللي عنده مع النادي الاهلي والاخطاء الكتيره وكل الكواليس اللي حصلت قبل كده في مختلف المباريات اللي ادارها للنادي الاهلي. طلب ايه الاهلي ساعتها؟ قال يا جماعه احنا مش عايزين تحيز لا ليا ولا عليا، انا عايز عداله تحكيميه في الملعب، عايز كمان يبقى في مراقبه من الاتحاد الافريقي، مراقبه حقيقيه على الحكام. وده اللي لقاه النادي الاهلي واللي حصل فعلا. حكم امبارح بكاري جسامه كان جيد جدا على مدار احداث المباراه. طبعا بيبقى في خطا مثلا تقديري بالنسبه له سواء للاهلي او لصن داونز بتحصل، لكن في نفس الوقت ما كانش في اخطاء مؤثره جدا على احداث المباراه سواء للاهلي ايضا ولا لصن داونز. ده دايما اللي كان مطلوب، ده اللي كان بيطلب بيه النادي الاهلي بقاله فتره من الاتحاد الافريقي، واللي كان طلبه قبل كده من مصر من الاتحاد المصري وكل هذه الامور، لان الجانب التحكيمي ده بيبقى مهم وبيفرق في مشوار بطولات كتير جدا لمكافحه الفرق بالمناسبه، مش لفريق النادي الاهلي بس. انت بتصرف مصاريف وتدفع دم قلبك عشان تحاول تكسب البطوله، مفيش مشكلة ممكن تخسر بس تخسر فنيا ما تخسرش بسبب الحكام. فده ناتج مهم جدا عن تحركات مجلس إدارة النادي الأهلي بخصوص الجانب التحكيمي واللي أتى بثماره من خلال مباراة الأمس من خلال الحيادية اللي كان عليها بكاري جسامة الحكم الجنبي الشهير. دي جزئية مهمة أنا حبيت أتكلم فيها مع حضراتكم وأفكر حضراتكم بيها، لأن دايما بيبقى في خطوات كلها بتبقى ورا بعض وبتفرق في مشوار اي فريق في كل الجوانب. تعال بقى نتكلم على الجوانب الفنيه بالتحديد. مثلا خلينا نتكلم عن مستر فايلر. احنا يا جماعه بصراحه النادي الاهلي كان مفتقد لكوتش، كان مفتقد لمدير فني يقدر يتصرف، مدير فني يدرس المباريات او يدرس الفرق اللي هيقابلها بشكل كويس. من ساعه ما جه مستر فايلر الراجل في البدايه كان مبشر قوي، ابتدى ببطولة السوبر لما فاز على الزمالك، انتصارات متتالية لحد دلوقتي ما شاء الله في بطولة الدوري، فوز في بطولة دوري أبطال أفريقيا، هزيمة واحدة من النجم الساحلي لكن كنت عدلت ثلاثة وكسبت الباقي، يعني كانت ماشية كويس جدا. شخصية المدير الفني جامدة ومميزة
وتنفع مع النادي الاهلي، تنفع مع لعيبه النادي الاهلي اللي هم اكيد عندهم كمان شخصيه قويه. فبالتالي ده اللي كان بيفتقده النادي الاهلي على مدار فترات كبيره من خلال المدربين اللي مسكوا النادي الاهلي. يعني انا بالتحديد انا الراجل ده داخل دماغي جدا بصراحه من ساعه مستر مانويل جوزيه. بصراحه مفيش مدرب بالمميزات بتاعه جوزيه تقرب من مميزاته شويه يعني زي مستر فايلر. فمدير فني مميز ومدير فني رائع، والجميل فيه ان هو بس مش بيركز على الجوانب الفنيه، يعني مش بركز ايه على الفرقه وانا احط مين واشيل مين، لا ده عنده الجوانب الاداريه مهمه جدا، حاطط ايده في كل حاجه، كل كبيره وصغيره جوه الفرقه بيتحكم فيها المدير الفني، بيتحكم فيها مستر ريني فايلر. هتقولي طب دور لجنه التخطيط ايه؟ دور كابتن محمود الخطيب المشرف على الكوره ايه؟ لا ليهم دور كبير. الدور بيتعلق في ان هم يقيموا الراجل، هم بيديله الحريه الكامله، الاختيارات، التصرف، التعامل مع لعيبته، كل الامور دي هو حر يعمل اللي هو عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لكن انا في الاخر بقيمك. التقييم بصراحه ايجابي جدا لحد دلوقتي. لكن في نفس الوقت مستر فايلر مدير فني ممتاز، وده واضح من خلال ادارته لكافه المباريات على مدار الموسم حتى الان، وبالتحديد مباراه امبارح والتعامل معها، التشكيل المختلف اللي شفناه، ثلاثه في نص الملعب. كان في البعض بيتكهن بالجزئيه دي، لكن هو اشتغل بشكل كويس جدا وقدر في الاخر ان هو يفرح جمهور الاهلي من خلال التاهل لدور نصف النهائي، وده امر كان غايه في الاهميه. رحلة جنوب أفريقيا تحديدا كان مهم قوي إن أو إن تحديدا الكابتن محمود الخطيب يكون على رأس هذه البعثة، وده أمر يعني أتى بثماره بشكل كبير جدا، قيمة كبيرة زي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي. سيبك بقى من هو رئيس النادي، أسطورة كبيرة موجودة في الكرة المصرية. راح المناسبات الحاسمة مع النادي الأهلي، مثلا زي مباراة الأهلي والهلال السوداني كان متواجد، مباراة كانت حاسمة جدا في مشوار الأهلي الأفريقي. مباراة الأهلي وصن داونز مباراة كانت مهمة جدا وصعبة قوي، أصعب مباراة على الأهلي في البطولة دي، تواجده مهم. أنا في لقطات لو ينفع سمير تجيبها لي مع الكابتن محمود الخطيب وهو بيأزر اللاعبين قبل التحرك للأتوبيس وهم رايحين المباراة، بيسلم على واحد واحد، وبعد كده بعد المباراة إزاي حي اللعيبة. خلوا بالكم اللقطات دي ساعة مباراة الهلال، تمام؟ يعني ساعة مباراة الهلال بص هو واقف ومستني اللعيبة يطلع على الأتوبيس، بيأزرهم معاهم لحظة بلحظة، وراهم بشكل مميز، بيأزرهم، بيتكلم معاهم، بيديهم دوافع معنوية، بيديهم ثقة في نفسهم كبيرة. ده حصل في مباراة الهلال، اللقطات اللي احنا بنشوفها دي. عايز بقى أروح للقطات مباراة صن داونز، سواء وهم رايحين، ده دلوقتي بقى وهم رايحين في مباراة صن داونز وهم في طريقهم للملعب وطريقهم للاستاد، ملعب في بريتوريا، وازاي هو صافح لاعب وازاي بيبقى ليهم دوافع، بيديهم دوافع كتيره، بيحفزهم بشكل مميز. ده دور دايما رئيس النادي الاهلي، دور قيمه كبيره جدا زي الكابتن محمود الخطيب. عندك بقى بعد الماتش حي واحد واحد على المجهود اللي حصل، قدر ان هو يقف يستناهم، يسلم عليهم، يشكرهم على الاداء، يشكرهم على رجولتهم في الملعب، وده امر مميز جدا بالنسبه للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. ودي حقيقه دور الراجل كان كبير وواضح، وده اللي قدر من خلاله النادي الاهلي ان هو يتاهل لدور نصف النهائي. ده بعد الماتش الحرص، يعني ممكن رئيس النادي خلاص ماتش كسب بقى انا خلاص كده هطلع اوضتي وكده انا عملت اللي عليا بتاع، لا هو بيشكره، وقف قدام الاوتيل اهو زي ما احنا شايفين مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، واستنى واحد واحد، جهاز فني، لاعبين، جهاز طبي، جهاز اداري، اي حد، شكرا يا رجاله وعملتوا اللي مطلوب منكم وكلام من ده. خطوه كمان مهمه احنا ما ينفعش ننساها، خطوه السفر المبكر لبريتوريا. والسفر المبكر ده امر مهم قوي، ساعد في ايه؟ ساعد انك تتمرن، اولا تتاقلم على الاجواء هناك، الاجواء المناخيه، درجات الحراره، الرطوبه، عندك كمان توقيت التدريبات الساعة 3 العصر، كان ده توقيت مهم جدا. اللقطة دي بالنسبة لي مهمة قوي، وقف اللقطة دي والنبي أبو سمرة كده، لأن ده واحد من اللعيبة اللي مش هتتكرر في تاريخ مصر. صعب، احنا لو عندنا يا جماعة ثلاثة إيه؟ احنا لو عندنا واحد كمان من أحمد فتحي الكرة المصرية تبقى في حتة تانية. الروح إيه؟ الانتماء الواضح عليه إيه؟ أداؤه، التزامه التكتيكي، الخططي، الفني، كل حاجة أحمد فتحي. وبعدين سلام الكابتن محمود الخطيب على أحمد فتحي، وبالطريقة الحارة دي، بالطريقة المميزة دي، يعني يدي إجابات على حاجات كتير قوي ممكن يكون جمهور الأهلي بيسأل فيها.
وده امر جيد جدا وامر مهم لازم نرصده لحضراتكم. واحمد فتحي يبقى قيمه كبيره جدا في تاريخ النادي الاهلي وفي تاريخ الكره المصريه، من اللعيبه اللي صعب تتكرر في الكوره يعني في مصر. فدي كلها جوانب عديده وجوانب مميزه جدا. عايزين نتكلم بقى ايه عن الشناوي شويه، لان الشناوي في الحقيقه عشان برضو نبقى بنتكلم بصراحه مع بعض، الشناوي انقذ الاهلي في اول المباراه بشكل ممتاز. الدقيقه 3 الدقيقه 4 كده اهو الشناوي صدق، الراجل قدر ان ينقذ الاهلي من خلال تصدي ممتاز ممتاز من انفراده كانت واضحه جدا للاعبي سان داونز، والتصدي ده اللي فرق في بقيه مشوار المباراه مع النادي الاهلي، ادى ثقه كبيره جدا للاعبين، بالتالي قدرنا ان احنا نخطف جون موت المباراه. استقبلنا بعديها باربع دقائق مثلا من الهدف في التعادل، لكن في كل الاحوال كان تصدي مهم جدا. احد نجوم النادي الاهلي على مدار المرحله كلها هو محمد الشناوي، على مدار الموسم كله في الحقيقه، بقى له موسمين ماشي بشكل ممتاز وهو الحارس الاول في مصر دلوقتي، ما شاء الله علينا، نتمنى له الاستمراريه، وحارس كويس جدا ومهم، مش كويس ايه، هو لعيب كبير او حارس مميز جدا. فكل دي امور غايه في الاهميه، تالق عدد كبير جدا من اللاعبين، بادجي كان ممتاز، اليو بادجي على فكره ممكن البعض يعني بياخد عليه الفرصه اللي ضيعها، لكن تعامل دي صدة الشناوي، دي صدة الشناوي، صد بشكل ممتاز، طلع بشكل جيد جدا في الدقيقة 4، كان ممكن لو جت جون دي كانت الدنيا تتقلب معانا خالص يعني، بس الحمد لله يعني قدر يتعامل معاها كويس جدا محمد الشناوي، بخلاف بقى زي ما قلت لحضراتكم بعض اللاعبين وبعض الأدوار المميزة سواء الدفاعية أو الهجومية اللي أدوها بشكل ممتاز، وده كان امر واضح. انا عايز بس افكر جمهور الاهلي، الشناوي اتكلم في ايه قبل البطوله السنه دي في لقائه مع احمد كابتن احمد شوبير طبعا الاعلامي الكبير، نروح نشوف الشناوي قال ايه ونرجع. عايز تلعب سان داونز تاني؟ يا ريت. هاني قال لي كده. يا ريت. اكيد طبعا. احنا اللي عملناه هنا في مصر يعني طلعنا نص اللي جوانا، بس ضيعنا 8 جوان بس مفيش توفيق، بس ده نص اللي جوانا، عايزين نلعبه تاني وعايزين نكسبه هناك على ملعبه ونكسبه ان شاء الله هناك. هناك على سان داونز. شخصيه الاهلي موجوده في الشناوي. الراجل لما خسرنا المره اللي فاتت السنه اللي فاتت بشكل صعب شويه قال لك لا احنا عايزين نقابلهم، احنا عايزين نرد اعتبارنا، عايزين ناخد حقنا، وحصل وفاز النادي الاهلي وتاهل على حساب سان داونز. قال ايه بقى الشناوي بعد ما كسب؟ نشوف. جاهزين ولا ايه؟ حطينا تحت ضغط وكنا موعدين الناس مع الجمهور، موعدينهم ان احنا نيجي ونعدي سان داونز، وكنا قلنا ان احنا يا ريت نلعب سان داونز تاني، واحنا لعبناهم تاني وبقول لهم الحمد لله وعدناكم ووفينا بالوعد، واللعيبه دي كلها رجاله والجهاز الفني كله ببارك لهم وبارك للعيبه، اهم حاجه اللعيبه هم رجاله وعلى قد المسؤوليه، الحمد لله احنا عدينا وان شاء الله نفكر في اللي جاي ان شاء الله. فعلا هم كانوا على قد المسؤوليه، فعلا قدروا يفرحوا جمهور الاهلي، تاهلوا دور نصف النهائي، وان شاء الله جمهور الاهلي منتظر منهم الفوز بالبطوله، وده باذن الله يحصل يوم 29/5 تحديدا. احنا هنقابل كده خلاص الوداد بعد ما تاهل في مجموع المباراتين على حساب النجم الساحلي بنتيجه 2-1، مباراه كانت كبيره امبارح في الحقيقه. الحكم، ودي نقط مهمه جدا هنركز عليها بعد كده، يعني الحكم كان مدي 6 دقائق في مباراه النجم والوداد امبارح، وكان 1-0 للنجم، حسب منهم 3 دقايق بس وخلص الماتش، بس مش قادر خلاص الماتش كده حلو يعني كفايه، مش مهم 3 دقايق الباقيين يعني، فكانت حاجه غريبه شويه، لكن في كل الاحوال الوداد هو اللي تاهل. الوداد فريق كبير، فريق صعب جدا جدا، المباراه على ملعبه بتبقى غايه في الصعوبه، من اصعب المباريات اللي ممكن تلعبها، ومنافس قوي بكل تاكيد هتقدر تتعامل معاه. احنا عندنا المباراه الاولى هتبقى مع اول 5، ومباراه الذهاب ومباراه الاياب هتبقى يوم 8 او 9 5 برضه، وان شاء الله نهائي البطوله باذن الله تعالى يكون يوم 29، الاهلي يكون موجود في النهائي يقدر يجيب لنا البطوله ونروح بقى كاس العالم للانديه تاني ونعيش الاجواء الوحشانه دي مع النادي الاهلي، وده امر احنا منتظرينه بكل تاكيد. عايز اعرض لحضراتكم نتائج البطوله ونتائج الدور ربع النهائي بعد تاهل النادي الاهلي، تاهل الزمالك، تاهل الوداد، وتاهل الرجاء، وديربي او بعض المباريات القويه جدا في افريقيا هتبقى في دور نصف النهائي، الاهلي والوداد والزمالك والرجاء، طبعا بنبارك للزمالك بتاهله، لكن في كل الاحوال المنافسه في بطوله دوري ابطال افريقيا صعبه واصعب بطوله هذا الموسم. عايزين نعرض يا جماعه للناس النتائج. ايوه كده، الزمالك خسر، بالمناسبه الاهلي الوحيد اللي ما خسرش في مجموع الماتشين، يعني الاهلي فاز هنا
2-0 وتعادل هناك في جنوب افريقيا 1-1، وهو النادي الوحيد او الفريق الوحيد اللي ما تعرضش للخساره في الدور ده. لكن الزمالك فاز في القاهره 3-1 وخسر في تونس 1-0، الرجاء فاز في المغرب 2-0 وخسر في الكونغو 1-0 من مازيمبي، وايضا الوداد فاز في المغرب 2-0 وخسر من النجم الساحلي هناك في تونس 1-0. دي النتائج. طبعا خلاص المقابلات زي ما قلنا لحضراتكم كده، الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. كل اصحاب المراكز الثانيه في المجموعات هم اللي صعدوا متواجدين في دور نصف النهائي. ده اللي يدل على قوه هذه البطوله، هذه النسخه تحديدا، هذا الموسم يعني. في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في بقيه مشوار بطوله دوري ابطال افريقيا. طيب احنا عندنا لقاءات مهمه جدا مع بعض من لاعبي الاهلي، او واحد من لاعبه النادي الاهلي اليو ديانج ليه تصريحات مهمه بعد المباراه، نشوفها ونرجع مره ثانيه. السلام عليكم دابور ا تو لي فان، فريمون سا في بليزير مون بريمير اني، دونك يا با مال دي يا با مال دي سوبورتير كي مي سوتيان، دونك Ça fait vraiment plaisir et je dois continuer sur cette lancée. بقول السلام عليكم كل الجماهير، هو سعيد جدا، دي اول سنه ليه مع النادي الاهلي وفي جماهير كتير بتسانده وبتشجعه، وهو سعيد بادائه وعايز يكمل على نفس الوتيره. بون لا كونفيونس اي لا سيكوريتي سي با موا سي الكوتش، دونك يو ما فير كونفيونس، دونك جي فير سي كي جو دوا فير، دونك اي لافانتور كونتيني. والثقه والامان بتيجي من المدرب اللي هو بيديني الثقه ان اقدر العب بطريقتي في الملعب وادي احسن حاجه انا عندي، وان شاء الله المغامره تكمل ونكمل على نفس الاداء. وا ان تانك جوير دونك tu dois t'habituer à tous les systèmes، دونك c'est le coach qui demande، دونك si il demande donc tu dois être toujours à la hauteur de son appel، دونك c'est comme ça je suis avec lui. لازم اي لعيب كره قدم يتاقلم مع الخطه اللي بيحطها المدرب ويحاول يلعب ويدي افضل ما عنده. هو كلاعب كره قدم لازم يكون عنده ده، واي طريقه لعب بيطلب منه المدرب يلعب فيها بشكل معين هو بيأديها وبيحاول يدي افضل ما عنده، وده اي لعيب كره قدم لازم يكون عنده الحته دي. وا ديجا جيتي كونسنتري، دونك j'attendais juste ma chance parce que là j'ai quitté un club، je suis venu، j'ai trouvé qu'il y avait un système en place et c'était le nouveau coach، donc c'était pas facile qu'il change le système. Et je me suis profité des blessures. Donc il m'a fait appel et j'ai répondu à son appel. يقول هو اهم حاجه ان هو انه كان مركز كويس جدا، هو جه من النادي جه هنا لقى في نظام موجود وفي لعيبه بتلعب، ففضل منتظر وكان مستني فرصه ما تجيله، اول ما الفرصه جات له يعني الجواب ايجابي في الملعب واثبت نفسه في الملعب واستغل الفرصه اللي جات له. وا بيان سور ديجا لا ميشن الي ديجا كوني، دونك سي لا ليغ دي شامبيون سيت اني سي سا في با مال داني كي Et l'Al-Ahly n'a pas pris la Ligue des Champions. Donc tout d'abord, la priorité, c'est la Ligue des Champions. Et on verra par la suite ce qui va se passer. Et on reste professionnel. طبعا طموح الاكبر هو دوري رابطه الابطال الافريقيه، النادي بقى له كتير ما خدهاش والجماهير نفسها تحقق اللقب، فده الهدف الاساسي او ده الهدف الاسمى. بعد كده بقى هتيجي طبعا اهداف ثانيه مع مرور الوقت، بس دلوقتي بنركز في بطوله افريقيا مع الفريق. سي بيتيت بات ري Et les trucs mélangés comme ça avec la sauce. Cochérie. Cochérie. هو بيقول في اكل حاجات كتير جدا في مصر، اطباق كتيره، بس في طبق مميز بيفتكره بناكله بعد ما نخلص المعسكر على طول، هو الكشري. بيقول هو عباره عن مكرونه ورز، فالكشري هو بيحب الكشري. Je chantais pour lui, il y avait une chanson mafia mafia. J'ai juste pris à l'envers, c'est tout. بيقول غنى لهم اغنيه مافيا مافيا، غنى لهم امبارح. Tu peux la chanter maintenant؟ انا غني ديانج مافيا افشا 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 جور و نوي، دونك ان شاء الله اون va faire ce que il demande ان شاء الله. بقول لحضرتك في ماتش الذهاب قدام سان داونز كان 70,000، اول مره اشوف العدد ده، والجمهور عمل يعني مولع الملعب، وكان سعيد جدا بمساندتهم، كان لهم دور كبير جدا في النتيجه، وبيطلب منهم ان هم يفضلوا يساندوا الفريق لغايه النهايه، لان عشان نقدر نحقق لهم رغباتهم او امنياتهم كفريق يعني. ده
بصراحة أليو ديانج من اللعيبة اللي الأهلي كان مفتقد مواصفاته بشكل كبير جدا، لعيب مميز. أه امبارح بالمناسبة ما كانش في التوب فورم بتاعه، ليه واجبات دفاعية بيأديها بشكل كويس كما هو المعتاد يعني في الحقيقة، لكن على مدار الفترة اللي فاتت كلها كتقييم لا، لعيب مهم قوي، لعيب مفيد جدا في وسط ملعب النادي الأهلي. احنا كمان عندنا ايه كام لعيب كده في نص الملعب مصابين، لو رجعوا يفرقوا جدا مع الاهلي. طبعا مش كلهم هيلعبوا في وقت واحد، لكن قصدي كبدائل او ايا كان هو هيختار مين، مستر فايلر سواء حمدي فتحي محمد محمود، اللعيبه دي تفرق جدا كمان مع النادي الاهلي. لكن في كل الاحوال بخلاف اليو ديان كمان احنا عندنا السوليه ده حاجه جامده جدا، امبارح عمل مباراه كبيره، ومش امبارح بس برضه على مدار الفتره اللي فاتت كلها عمل مباراه كبيره. انا عايز اتكلم بالتحديد على حسين الشحات، لان الكلام كتير جدا على حسين خلال الفتره اللي فاتت. حسين الشحات بالمناسبه لما نزل امبارح عمل مباراه جيده، بس عنده مشكله اللمسه الاخيره، الراجل عليه ضغوط. حسين لما بيبقى عليه ضغوط زي ما كان اول ما جه الاهلي كده فبيتاثر بيها شويه، لكن احنا عايزين نقول لحسين رساله من جمهور الاهلي، انت اكتر لعيب جمهور الاهلي فرح لما الفريق تعاد معاه، فبالتالي ده يدل على ايه؟ على الثقه الكبيره من جمهور الاهلي في امكانيات حسين الشحات. انسى الضغوط، شيل الضغوط خالص من عليك، انت لعيب كبير ولعيب مؤثر في صفوف الفريق وبيعتمد عليك مستر فايلر حتى وانت مش في التوب فور، فالثقه موجوده واهم حاجه بس الضغوط كده تتلاشى من عندك وهتبقى احسن من كده مليون مره كمان. لكن هو امبارح ادى المطلوب منه من جانب الهجومي، سرعات التحركات اللي كان طالبها منه مستر فايلر، هي بس اللمسه الاخيره كانت ناقصه، لولا كده كان ممكن يكسب 3-4 يعني. كان في كل الاحوال حسين الشحات لعيب كبير منتظرين منه المزيد. عندي كمان تصريحات لمستر ديفيد سيزا المدرب العام لفريق النادي الاهلي، نشوف قال ايه ونرجع مره ثانيه. Moi, je pense qu'on est tous très contents maintenant pour cette qualification en demi-finale. Je pense qu'on a fait vraiment des bons matchs contre une très grande équipe qui l'année passée a éliminé Ali. Et on est très contents maintenant de cette qualification et on espère d'obtenir de bons résultats aussi en futur. بشكرك على تهنئتك، واعتقد احنا عملنا نتيجه كويسه قدام فرقه كبيره يعني خرجت نادي الاهلي من البطوله السنه اللي فاتت، واتمنى ان شاء الله في دور النصف النهائي نعمل نتيجه كويسه ونحقق نوصل لمكان اعلى. Faire des bonnes de bonnes équipes, mais je pense maintenant on voit qu'on a beaucoup de bons joueurs ici à l'Ali. On va utiliser tout le monde, on essaye d'utiliser tout le monde comme on a toujours fait cette saison. هو بيقول لك هو بالنسبه لحضرتك بتسال سؤال التدوير، بيقول لك انا احنا بشتغل مع روني فايلر بقالي كتير، اشتغلنا في اندرلخت وعملنا شغل كويس، وكان نفسنا نفس سياسه التدوير الروتيشن دي تكون عاملها في اندرلخت، ووصلنا لغايه دور ربع النهائي وخرجنا قدام مانشستر يونايتد اللي خد البطوله في ساعتها في السنه دي يعني. وده طريقه لعبه، المفروض ياخد وقت اكتر عشان برضو احنا عندنا لعيبه كويسه، المفروض ناخد وقت اكتر عشان نعرف طبعهم ونعرف ادائهم ايه. وهو بيقول موضوع الروتيشن ده بيعمله في كل الانديه مش بس هنا في الاهلي. très grande pression et qui c'est un club qui est habitué à gagner. Il faut aussi considérer qu'il y a aussi des autres grands clubs en Afrique. On a vu aujourd'hui Mamelodi Sundowns, c'est une très bonne équipe, il y a des autres. Mais maintenant on est dans les derniers quatre en Afrique, ça c'est magnifique et on espère de continuer comme ça. بيقول لك طبعا احنا عارفين لما جينا مصر عارفين الاهلي نادي كبير، فريق كبير وليه جماهير، وده بتعمل ضغط عليه عشان يحقق نتائج ايجابيه، بس برضه فرقه زي سان داونز، مامودي سان داونز فرقه برضه كبيره اللي احنا كسبناها النهارده، اللي احنا خرجناها من البطوله النهارده وعليها ضغوط، بس الموضوع انك توصل يعني فكره انك توصل في اخر افضل اربع فرق في افريقيا دي حاجه كويسه، المفروض نكمل في كده عشان نوصل لمكان افضل. Et c'est un très bon niveau avec des très très bons joueurs, c'est clair. Il y a des joueurs très intéressants en Égypte et aussi l'équipe nationale, c'est vraiment une bonne équipe. بيقول حضرتك تبع كرة القدم المصرية متقدمة جدا، وبدليل ان في فرقتين من اخر اربع فرق في دوري ابطال افريقيا من مصر، فمعنى ان مصر الكرة المصرية كويسة، وبيقول برضه المنتخب الوطني مستواه كويس، وفي لعيبة كويسين متميزين في الدوري المصري المصريين يعني. Et après on a aussi on a à l'Ali des joueurs qu'on doit utiliser, ils sont des professionnels, ils jouent pour l'Ali, on doit essayer de faire les rotations aussi parce qu'on a beaucoup de matchs et on veut faire dans toutes les compétitions, on veut essayer de gagner.
بيقول حياتك ولا فكره التغيير اول حاجه بتحط الخطه المرونه الخططيه بتقولها دي بتقول طبعا لازم تكون موجوده على حسب الخصم بتاعك بتحط الخطه على حسب الخصم بتبنيها على حسب القسم اللي قدامك وفكره ان عندك لعيبه كويسه سواء من المحترفين في مصر من الاجانب يعني او اللعيبه المحليين بتدي له قماشه ممكن يقدر يحط اكتر يعني بيغير التشكيل بشكل دوري بيعمل روتيشن ده عشان يقدر يستخدم اكبر عدد فيه من اللعيبه علشان في اكتر من بطوله في دوري في بطوله افريقيا في كاس مصر فتدي فرصه للعيبه انها تريح ويدخل لعيبه تانيه مكانها واللعيبه كلهم تقريبا مستوى واحد. فير تو الموند فير لي سوبورتور ديال الاهلي باسكو سي كي سي ان كلوب تري امبورتون. بيقول طبعا جماهير كتيره واكيد عايزينهم يكسبوا هم عايزين يكسبوا انا وعدهم ان احنا نشتغل بجديه وندي كل اللي عندنا وندي اقصى جهدنا في التدريب عشان نحقق افضل نتائج عشان وطبعا في فرق تانية المفروض بقى ليها احترام بنحترمها بس احنا نحاول ندي اقصى ما عندنا عشان نحقق افضل نتائج عشان نسعد الجماهير. طيب دي كانت تصريحات ديفيد سيزا المدرب العام لفريق النادي الاهلي عقب الفوز بالامس او عقب التاهل بالتحديد لنصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا التحدي لسه مستمر لسه ما حققناش حاجه ودي ثقافه دايما لعيبه النادي الاهلي اللعيبه والجهاز وايضا جمهور النادي الاهلي اللي اكيد عارف جدا ان الهدف ما اتحققش لسه هيتحقق مع النهايه باذن الله بالفوز باللقب والعوده لكاس العالم للانديه واحنا عندنا ثقه كبيره جدا في كل الموجودين في المنظومه الاهلاويه ان هم ان شاء الله هيفرحوا كل الجمهور الاهلي في كل مكان بالتالي انا عايز اطمن حضراتكم على الفريق بشكل اكبر بعد انتهاء المباراه بالامس واللي بيحصل خلال الفتره الحاليه ايه الفريق لسه متواجد في جنوب افريقيا وهيروحوا المطار النهارده في تمام الساعه 7 مساء الطياره تتحرك الساعه 11 من هناك مطار جوهانسبرغ وبعد كده يوصلوا باذن الله الساعه 6 الصبح او 6 ونص الصبح بتوقيت مصر ويبتدوا الاستعداد او يستكملوا الاستعداد الخاص بالمباراه اللي جايه بقى خلاص احنا بنفكر في مباراه سموحه يوم الاربعاء باذن الله في بطوله الدوري وبدايه الدور الثاني تحديدا من هذه البطوله واللي الاهلي ماشي فيها بشكل جيد جدا فبالتالي النهارده كان في تدريب بالتحديد ابتدى الساعه 4 يعني من ساعه ونص من دلوقتي تدريب خفيف كان مصر عليه مستر ريني فايلر الراجل ما بيهزرش بصراحه يعتبر تدريب استشفائي بعد المجهود الكبير اللي حصل على مدار المباراه بالامس بخلاف طبعا بعض التدريبات البدنيه القويه للاعبين اللي ما شاركوش فبالتالي ده في اطار ايه؟ في اطار بدايه الاستعداد لما هو قادم بالتحديد بدايه من مباراه سموحه يوم الاربعاء باذن الله في بطوله الدوري. عايز اطمن حضراتكم شويه على الاصابات في النادي الاهلي واحنا عارفين ان الفتره اللي فاتت او بالتحديد المباراه الاخيره دي يعني خرج جيرالدو بسبب التواء في الكاحل التواء قوي شويه لان حصل له رشح في رجله في الكاحل لكن ان شاء الله باذن الله هيتم تحديد البرنامج العلاجي باللاعب ونعرف هيرجع امتى للتدريبات الجماعيه مع الفريق ده بخلاف كمان محمود متولي اللي جاله يعني شد خفيف جدا في العضله الضمه لكن الامور مطمئنه جدا بالنسبه له ان شاء الله يقدر يشارك في التدريبات بشكل طبيعي بعد العوده للقاهره ونفس الحال بالنسبه لعلي معلول اللي عنده اجهاد في العضله الاماميه اجهاد ليس الا يعني الموضوع مش كبير ايضا بالنسبه لعلي معلول لكن باذن الله تعالى يرجع الفتره اللي جايه على طول لان معلول طبعا احد اللعيبه اللي هتفضل في تاريخ النادي الاهلي هو خلاص الراجل حفر اسمه في تاريخ النادي الاهلي بصراحه من افضل الصفقات اللي الاهلي جابها في تاريخه علي معلول دي حقيقه فبالتالي لعيب مهم جدا ومؤثر في صفوف النادي الاهلي بكل تاكيد وبنشكره على كل مجهود ما بخلش بيه عن النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كلها بالتحديد في مباراتي سان داونز وهو احد العناصر الاساسيه في التاهل لدور نصف النهائي الامور بالنسبه لهم جيده والدنيا ان شاء الله هتكون كويسه ويقدروا يشاركوا في التدريبات بشكل طبيعي ما اعتقدش ان هم هيلعبوا مباراه سموحه الله اعلم هنشوف لكن في كل الاحوال ان شاء الله يكونوا جاهزين لما بعد مباراه سموحه لسه ما تحددش يعني بشكل نهائي لكن الاقرب ان هم ما اعتقدش سواء متولي او معلول هيبقوا في مباراه سموحه طبعا في مكافئات اجاده للاعبي النادي الاهلي ويستحقوا كل شيء يعني في الحقيقه بعد ما فرحوا جمهور النادي الاهلي وبعد الاداء الرجولي اللي عملوه بالامس في مباراه سان داونز طب نطمن حضراتكم بشكل اكبر نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي والمرافق لبعثه الفريق هناك في جنوب افريقيا واللي في الحقيقه الراجل عمل مجهود كبير جدا على مدار الرحله دي كلها احنا عايزين نحييه على الشغل الكبير اللي هو عمله وعايزين نبارك له ونبارك للبعثه كلها بعد تاهل النادي الاهلي لدور نصف النهائي يا رؤى الف مبروك وطمنا الكواليس عندك ايه بعد التاهل you
كل التحيه ليك زميلي امير ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. مبروك ليك يا امير، مبروك لينا كلنا، مبروك لكل جمهور النادي الاهلي. الشغل اللي احنا عملناه صدقني يا امير والله ده يعني شغل المجموعه والجروب اللي كان طبعا موجود طبعا معانا كله في قناه النادي الاهلي، ليهم مني انا شخصيا كل التحيه وكل التقدير. فرد فرد، وده دورنا دايما في منظومه عمل النادي الاهلي، ودورنا دايما ان احنا دايما نادي شغلنا على افضل ما يكون، ونقدم لجمهور النادي الاهلي كل شيء هو نفسه يعرفه، كل الامور ان شاء الله اللي يكون في مصلحه النادي الاهلي. طمنا يا فاروق، الاخبار عندك ايه كواليس؟ المعنويات عند لعيبه النادي الاهلي بعد التاهل؟ خليني اقول لك يا امير، عقب يعني تاهل النادي الاهلي للدور نصف النهائي وان شاء الله مواجهه فريق الوداد وتخطي عقبه فريق صن داونز، كانت واحده من اهم المباريات في مشوار النادي الاهلي. شفنا الحاله المعنويه والفرحه اللي كانت تعم ارجاء بعثه فريق النادي الاهلي هنا، الكابتن محمود الخطيب ومعالي السفير شريف عيسى والاستاذ طارق قنديل وكل افراد بعثه فريق النادي الاهلي وايضا اللاعبين. تقدر تقول ارتياح كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي، مش عايز اقول لرد الاعتبار، ده دايما الهدف بتاعنا في النادي الاهلي ان احنا دايما بنبحث عن البطولات، نبحث عن الانتصار على اي فريق. فريق لعبت النادي الاهلي ما بينهم وبين بعض كان تعهد الموسم الماضي ان احنا ان شاء الله هنرجع للبطوله الافريقيه، هنتجاوز صن داونز، وبالفعل تحقق ما اراد لاعبي النادي الاهلي، تحقق لهم ما ارادوا النهارده يا امير. يعني في ظل ارتفاع الروح المعنويه والحاله اللي عليها بعثه فريق النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي ومستر ريني فايلر صمم ان اللعيبه تادي مران النهارده، المران تقدر تقول المران الاخير هنا في بريتوريا بجنوب افريقيا. خلاص طوينا صفحة المشوار الافريقي والبطولة الافريقية، عندنا مشوار في الدوري، عندنا لقاء سموحة، فريق بدأ يستعد للقاء سموحة من اليوم، النهارده كان مران فريق النادي الاهلي في تمام الساعة الرابعة عصرا في الملعب الخاص بحديقة المتحف الرئاسي اللي بيقع امام فندق اقامة فريق النادي الاهلي. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي ان هو يكون موجود في المران، شفنا تفاعل كبير جدا اثناء اداء لاعبي النادي الاهلي للمران من جانب يعني الكثير من ابناء وابناء وشعب الجنوب افريقي وابناء بريتوريا. زي ما انت عارف يا امير ان النهارده الويك اند بالنسبه لبريتوريا او لجنوب افريقيا، الجميع في الحدائق، الجميع متواجد، الجميع تفاعل مع فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. شفنا يعني بعض الصبيه والاطفال كانوا بيحاولوا يقلدوا نفس الحركات اللي بيأديها لاعبي النادي الاهلي في المران، الجميع حي لاعبي النادي الاهلي على المباراه بالامس واشادوا بفريق النادي الاهلي. ويعني برضو يا امير لو تطرقنا نقطة وسائل الإعلام هنا في بريتوريا سواء صحيفة ذا ستار أو بريتوريا نيوز أو بيزنس داي، يعني أكبر ثلاث صحف موجودين هنا في بريتوريا أشادوا بفريق النادي الأهلي وأشادوا بمستر فايلر ويتعاملوا مع اللقاء، وإن يعني الصحافة هنا قالت إن فعلا النادي الأهلي حقق اللي هم قالوا عليه، وإن هم توقعوا إن النادي الأهلي هيصعد من هنا من بريتوريا. ويعني في سرد لهذه الأمور إن النادي الأهلي كان هو الأفضل، النادي الأهلي كان يعني كان قريب جدا من الفوز، قالوا ان النادي الاهلي قدر يفرض اسلوبه وريني فايلر قدر يفرض اسلوبه على موسيماني، وان موسيماني ما عرفش يفلت من شباك النادي الاهلي في على مدار 90 دقيقه في القاهره او 90 دقيقه في الاستاد لوكاس موريبي. الجميع اشاد بلعب النادي الاهلي، اشادوا باداء عمرو السولية، واشادوا باداء ياسر ابراهيم واليو ديانج، واشادوا باداء اليو باجي وباركو للنادي الاهلي، وايضا يعني مسؤولي صن داونز باركوا للنادي الاهلي الصعود وتمنوا للنادي الاهلي التوفيق واستكمال المشوار. نقول ايضا يا امير على المران الفريق اللي النهارده زي ما قلنا ادى مران النادي الاهلي مران خفيف كده للعيبه المجموعه اللي شاركت في اللقاء بالامس من اجل الاستعداد للقاء سموحه. يعني خلال يعني تقدر تقول دقائق بسيطه ان شاء الله هيكون في احتفاليه عاملها لعيب النادي الاهلي والجهاز الفني للكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه، يعني عيد ميلاد الكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه، احتفاليه عاملها بعثه فريق النادي الاهلي الجهاز الفني واللاعبين للكابتن سامي قمصان ومحمد مجدي قفشه وحضور الكابتن محمود الخطيب. يعني عقب انتهاء الاحتفاليه بمشيئه الله يا امير هيتوجه لاعبي النادي الاهلي الى الفندق، الى معذره من الفندق الى المطار في تمام الساعه 7 مساء، ثم التوجه الى مطار جوهانسبرغ. هنكون هناك ان شاء الله يا امير، موعد اقلاع طائره النادي الاهلي هيكون في تمام الساعه 10 مساء، الوصول ان شاء الله هيكون الى القاهره في تمام الساعه 5:30 فجرا. غدا بمشيئه الله يا امير هيبقى اجازه لعيبه النادي الاهلي
يوم الثلاثاء باذن الله لعبت النادي الاهلي هتبدا تستعد من جديد للقاء سموحه المنتظر اقامته يوم الاربعاء. مش عارفين يا امير ان كان هيتم تاجيل المباراه او لا، لكن انا بقول لك من خلال من هنا من قناه النادي الاهلي لعبت النادي الاهلي مستعدين، الجميع مستعد، هننتظر نشوف ايه الصوره ايه الرؤيه. ولكن يا امير دي كانت كل الكواليس الخاصه ببعثه فريق للنادي الاهلي هنا في بريتوريا، اخر الاخبار واخر التفاصيل. انا موجود معاك يا امير لو في اي استفسار او اي تساؤل. طيب كواليس التدريبات بعد العودة بإذن الله، يعني دلوقتي الفريق هيوصل النهاردة الصبح أو بكرة الصبح تحديدا، هيتمرن على طول؟ هيبقى في تدريبات في التتش ولا هيبقى في راحة من إجازة السفر وماضي، خصوصا ماتش يوم الأربعاء خلاص فالفترة ضيقة، التفكير عند الجهاز الفني هيعمل إيه في القصة دي؟ واضح ان هو مش سامعنا خلاص، يعني الاتصال قطع. فانا بشكرك شكرا جزيلا يا فاروق زين العزيز، فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي، بعد طبعا تدريبات اليوم وتدريبات كانت استشفائيه بالنسبه للفريق، وقال لنا كل الكواليس اللي بتتعلق بالنادي الاهلي هناك قبل رحله العوده اللي هتكون النهارده بالليل باذن الله تعالى. وصلوا بالف سلامه الصبح ان شاء الله عشان يستعدوا لمباراه سموحه. وفي الحقيقه التوقيت ضيق جدا، يعني انت دلوقتي خلصت الماتش امبارح وهترجع بكره لسه، يعني بكره ايه؟ بكره الاثنين وهتلعب يوم الاربعاء مباراه سموحه، وقت ضيق جدا، موضوع صعب شويه، خصوصا ان كان ممكن المباراه تتلعب بعد كده بيوم مثلا، ادي مسافه للاهلي تكون كويسه عشان الاجهاد يعني. لكن من ضمن الغرائب اللي بنشوفها في الكره المصريه في كل الاحوال الاهلي جاهز لاي مباراه والامور ماشيه بالشكل الايجابي المطلوب في الحقيقه. طيب قبل ما اروح اشوف اخبار الاهلي في الصحف واحتفال الصحف بتاهل النادي الاهلي النهارده، خليني اقول لحضراتكم اهم المباريات سواء امبارح او النهارده. امبارح في الدوري الانجليزي كان في بعض المباريات المهمه، ليفربول فاز على بورموس 2-1 هدفي محمد صلاح وساديو ماني، محمد صلاح جاب جون حلو في الحقيقه. ارسنال فاز على ويست هام يونايتد 1-0، ساوثامبتون خسر من نيوكاسل 1-0، كريستال بالاس فاز على واتفورد 1، وولفرهامبتون تعادل مع برايتون 0-0، وشيفيلد يونايتد فازوا 1-0 على نورتش سيتي، وبيرنلي تعادلوا مع توتنهام هوتسبير 1-1. الدوري الاسباني ايبار خسر من ريال مايوركا 2-1، اتلتيكو تعادل مع اشبيليه 2-2، برشلونه فاز على ريال سوسيداد بهدف ميسي من ضربه جزاء 1-0، وختافي تعادل مع سيلتا فيجو 0-0. النهارده في بعض المباريات الاخرى في الدوري الانجليزي، تشيلسي مع ايفرتون المباراه كانت بتتلعب الساعه 4، كنت سايبها 2-0 مش عارف وصلت لحد كام دلوقتي، ومانشستر سيتي هيلعب الساعه 6:30 مع مانشستر سيتي، ده في الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني ايضا في اوساسونا مع اسبانيول، بلد الوليد مع اتلتيك بالباو، ليفانتي مع غرناطه، فيا ريال مع ليجانس، وريال بيتيس مع ريال مدريد الساعه 10 بالليل. بخلاف مباريات الكاس الكونفدراليه الافريقيه، بيراميدز خسر 1-0 من زاناكو لكن تاهل بنتيجه 3-1 في مجموع المباراتين. حسنيه اغادير من المغرب مع النصر الليبي، حسنيه اغادير فاز المباراه الاولى 5-0 فبالتالي خلاص يعتبر صعد. حوريه كوناكري هيلعب انيمبا كان تعادل المباراه الاولى 1-1، ونهضه بركان المغربي مع المصري البورسعيدي مباراه بالليل النهارده ايضا هتكون من ضمن المباريات الهامه جدا. الصحف قالت ايه عن النادي الاهلي؟ نشوف. الاهرام، الاهلي يطيح بصن داونز وتاهل المربع الذهبي لدوري الابطال، دفاع فايلر يقود الفريقين للتعادل 1-1، والشناوي رجل المباراة مستوى الشحات لغز كبير. الأخبار، الأهلي يمر من اللقاء المر، نسور بطل مصر تشل حركة أولاد صن داونز وتبلغ نصف النهائي بالتعادل 1-1. الجمهورية، تعادل وتأهل إلى جوار الشقيق الأبيض، الأهلي رد الاعتبار خلص على صن داونز. أخبار رياضة، الخطيب يطالب بالمونديال، الأهلي أفسد خدعة موسيماني. الشروق، بعد تعادله مع صن داونز 1-1 الأهلي يحصل على بطاقة العبور لنصف نهائي دوري الأبطال من قلب بريتوريا، فايلر عطل مفاتيح الفوز لدى أصحاب الأرض، الهدف المبكر للأحمر أربك الحسابات، وتغييرات موسيماني فشلت في تعديل النتيجة، والرجاء يصعد لمواجهة الزمالك. الدستور، انتصار الابطال، الاهلي يعبر لنصف نهائي افريقيا بتعادل ايجابي مع صن داونز. الوفد، الاهلي يكتفي بالتعادل مع صن داونز ويتاهل لنصف نهائي افريقيا، بطل مصر فرط في فوز كبير مستحق،
والشناوي اعاد الثقه للاعبيه مبكرا. المصري اليوم، الاهلي يسأر من صن داونز يتاهل لنصف نهائي افريقيا. الاهلي يفرض اسلوبه ويتعادل مع الاولاد في عقر دارهم. الشناوي رجل المباراه وفايلر تفوق على موسيماني. الوطن، عودة البطل الأفريقي. الأهلي يسأر من صن داونز ويتأهل لمربع ذهب دوري الأبطال. المسا، الأهلي خد طاره وفرحنا بانتصاره، تعادل 1-1 مع صن داونز في بريتوريا وصعد لمربع الذهب الأفريقي. وأخيرا الشروق، اختبار طبي يحسم موقف رمضان صبحي من مواجهة سموحة. كهربا يعتذر للجهاز الفني واللاعبين على أحداث السوبر. حمدي فتحي واصل التأهيل. نبتدي بالاهرام. الاهرام قالت ايه عن النادي الاهلي النهارده؟ قالت ان الاهلي يطيح بصن داونز ويتاهل للمربع الذهبي لدوري الابطال. دفاع فايلر يقود الفريقين للتعادل 1-1. وفي الحقيقه فايلر يعني لعب باسلوب مميز جدا في هذه المباراه. انت عايز ايه؟ انت عايز تتاهل، فبالتالي ملى نص الملعب، اشتغل بشكل كويس، في نفس الوقت قدر ان هو يبني هجمات كمان من خلال تعليماته اللي اداها للاعبين. نجحنا ان احنا نجيب هدف، كان ممكن نجيب كمان اكتر من كده. فيعني سياسه جيده من مستر فايلر اللي بيثبت كل يوم ان هو مدير فني مميز بالنسبه للنادي الاهلي. دي حقيقه. الشناوي رجل المباراه طبعا، ومستوى الشحات لغز كبير، مش لغز كبير ولا حاجه. بصوا يا جماعه، احنا مش عايزين احنا اللي نحط الضغوط على لعيبتنا. انا ضد الموضوع ده خالص. يعني انا لما احط ضغوط على اللعيب بتاعي زي حسين الشحات مثلا واقعد انتقد في مستواه واتكلم بشكل سلبي عنه، مش هكسب حاجه، انا اللي خسران. بالعكس، هل انت واثق كواحد من جمهور الاهلي، هل انت واثق في مستوى حسين الشحات، في امكانيات حسين الشحات، في شخصيه حسين الشحات؟ طبعا واثق. لو كده ما كانش جه الاهلي. احنا شفنا كمان الضجه الكبيره وقد ايه جمهور الاهلي كان بيتمنى حسين الشحات. لكن في نفس الوقت، هل حسين الشحات على مدار الفترات اللي كان فيها مع النادي الاهلي من ساعه ما جه كان وحش؟ لا، في فترات كان مميز جدا، كان نجم الفريق في فتره من الفترات. لكن هي دروبات بتحصل لاي لعيب في الدنيا، عادي بتحصل يعني. لكن في نفس الوقت لازم تأزره معنويا، تسنده، تدي له ثقته في نفسه، ترجعها له، وده اللي بيحصل. واحنا واثقين جدا في حسين الشحات. مش موفق شويه، بيتخذ القرارات الخاطئه في بعض الفرص او بعض الكرات يعني، لكن في نفس الوقت لعيب كبير جدا واضافه للنادي الاهلي، وهيرجع لمستوى اجلا ام عاجلا، هيرجع لمستوى لان هو اضافه كبيره يعني في كل الاحوال يعني. فبعض الصحف بتحاول تركز شويه على حسين الشحات يعني، لكن لعيب مهم. خلينا نروح للاخبار. والاهلي يمر من اللقاء المر، فعلا كان لقاء مر جدا، صعب قوي. اصعب فرقه في بطوله دوري ابطال افريقيا هي فرقه صن داونز. اكيد حضراتكم تابعتوا الدور الثمانيه كله، المباريات كلها. اصعب فريق فعلا فعلا، الفريق اللي بيلعب كره حلوه، اللي عنده مقاومات عديده، هو فريق صن داونز. انت قدرت تتعامل معاه. وبالمناسبه، انت طالما كسبت فريق زي صن داونز، فبالتالي الاهلي بقى المرشح الابرز باذن الله تعالى للفوز باللقب. مش بنقلل خالص من الزمالك وامكانياته، وفريق كبير طبعا، مش بنقلل خالص من الوداد، من الرجاء، فرق كلها تقيله. الكره ما بتعترفش بالفرص مين اكبر من مين يعني. لكن في كل الاحوال انت فريق جامد قوي، قدرت تتخطى اجمد فريق في افريقيا دلوقتي، فده اللي يزود فرصك باذن الله ان انت تفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا. ده يحصل باذن الله لجمهور النادي الاهلي اللي يفرح بهذا اللقب بكل تاكيد يعني. طيب تعالوا نروح للجمهورية، واللي بتتكلم عن تعادل وتأهل إلى جوار الشقيق الأبيض، طبعا بعد تأهل نادي الزمالك على حساب الترجي. بنبارك لهم، ونتمنى أن النهائي يكون مصري، وإن شاء الله ما يبقى النهائي مصري بإذن الله تعالى، الأهلي يكسب الزمالك ويفوز باللقب إن شاء الله تعالى. الأهلي رد الاعتبار، طبعا الأهلي رد الاعتبار بعد اللي حصل السنة اللي فاتت. احنا كنا أفضل في مجموع المباريتين هنا وهناك، لعبنا أحسن بكتير، وكنا أقرب للفوز كمان في مباراة الإياب، وخلصنا فعلا على صن داونز. اخبار الرياضه، الخطيب يطالب بالمونديال، وده الهدف الاساسي، انك تاخد البطوله عشان كمان تروح كاس العالم للانديه. اجواء كلنا عشناها قبل كده كتير، لكن وحشتنا، بقى لنا 7 سنين تقريبا ما نروحش كاس العالم، فمفتقدين للاجواء دي. ان شاء الله الاهلي يقدر يروح كاس العالم تاني. كلمات محمود الخطيب، كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مع اللاعبين في اتجاه ايه؟ في اتجاه ان احنا لسه ما حققناش حاجه، احنا عايزين البطوله. ودي الثقافه الموجوده طبعا عند لعيبه النادي الاهلي وعند الجهاز الفني بكل تاكيد. الاهلي افسد خدعه موسيماني. موسيماني كان عنده يعني امور كتير يقدر يخدع بيها الاهلي، لكن فشل في كده فعلا، سواء من خلال التصريحات، من خلال الجوانب الفنيه، لان احنا عندنا مدير فني مميز مستر ريني فايلر.
الشروق بتتكلم عن تعادل النادي الاهلي امبارح، والتعادل ده اهل الفريق لنصف النهائي، وان الاهلي خلاص خد بطاقه العبور لنصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. فايلر عطل مفاتيح الفوز عند صن داونز، الهدف المبكر الاحمر قربت الحسابات. في الحقيقه الواحد لما شاف الجون ده وهو بيدخل كده، لما علي معلول ساهم يعني فيه، هدي شويه اعصابه، هدي شويه، لكن لما جه الجون تاني بسرعه بتاع التعادل التوتر رجع تاني. لكن في كل الاحوال ابطالنا قدروا ان هم يادوا المباراه بشكل مميز. تغييرات موسيماني فشلت في تعديل النتيجه، ده حقيقي، والرجاء يصعد لمواجهه الزمالك، دي المواجهه الاخرى اللي كسبان من هنا ومن هنا يلعبوا مع بعض باذن الله تعالى في النهائي. طيب نروح لخبر اخر من الوفد، والاهلي يكتفي بالتعادل مع صن داونز وتأهل نصف نهائي افريقيا. بطل مصر فرط في فوز كبير مستحق، دي حقيقه، لو كان في توفيق شويه كنا كسبنا 2-3 كمان. الشناوي اعاد ثقه للاعبين مبكرا بعد التصدي طبعا اللي هو قدر انه ينجح فيه، واللي ادى ثقه كبيره جدا للاعبين ان هم يتخشوا اجواء المباراه سريعا، ده كان امر مهم. الوطن بتتكلم عن عوده البطل الحقيقي، هو البطل الحقيقي يا جماعه في افريقيا دي معروفه، هو النادي الاهلي. ليه؟ مش حته تحيز او حاجه، يعني هي حته ارقام. الاهلي اكتر فريق خد البطوله، اكتر فريق قرن في افريقيا، اكتر فريق عنده بطولات افريقيه، يعني كل الارقام في صالح النادي الاهلي. في عوده البطل الافريقي لدور نصف النهائي ان شاء الله تكمل بالفوز باللقب كمان. الاهلي يسقر من صن داونز وتاهل لمربع ذهب دوري الابطال، وتاهل مجرد يعني خطوه فرحه مؤقته، خلصت خلاص النهارده، لكن بنفكر دايما في اللي جاي، او الفريق بيفكر في اللي جاي، سواء في بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا الاهم بكل تاكيد. اخر خبر هعلق فيه مع حضراتكم او هعلق عليه مع حضراتكم هو خاص بالشروق، واللي بتتكلم على اختبار طبي يحسم موقف رمضان صبحي مواجهه سموحه. خليني اقول لحضراتكم ان رمضان باذن الله بكره هيكون متواجد في تدريب النادي الاهلي الجماعي بشكل كامل. المفروض التمرين بكره في الغالب هيبقى في تمام الساعه 4 عصر، يعني الفريق هيوصل الصبح كل واحد يروح على بيته ويريح شويه، ينام شويه ويروح على النادي باذن الله تعالى عشان يتمرن ويستعد لسموحه. حته بقى ان هو يلعب سموحه او ما يلعبش، ما اعتقدش ان هو هيلعب سموحه، لان هو لسه راجع من اصابه، يا دوب تمرينتين بشكل جماعي مع الفريق، يعني ما تدلوش فرص كبيره ان هو يشارك في مباراه سموحه، لكن الله اعلم، يعني دي قرارات المدير فني. لكن خلاص رمضان صبحي حالته بقت مطمئنه تماما، واللاعب ان شاء الله يكون جاهز لما بعد مباراه سموحه باذن الله. كهرباء يعتذر الجهاز الفني واللاعبين على احداث السوبر، ده حاجات داخليه جوه الفرقه مش معلنه خالص، النادي الاهلي ما اتكلمش فيها بشكل رسمي، لكن كهرباء موجود في النادي الاهلي ومفيش اي عقوبات عليه بالايقاف من النادي، ده امر مؤكد يعني. عقوبات ثانيه الله اعلم، الاهلي برده ما اعلنش يعني. حمدي فتحي وصل تاهيل، حمدي فتحي بيوصل تاهيل والامور ماشيه بالنسبه له بشكل جيد. البعض بيتكلم عن عوده حمدي فتحي في دور نصف النهائي، ده هيكون صعب شويه، ممكن النهائي يلحقه لكن نصف النهائي صعب شويه. دي اخبار الاهلي في الصحف واخبار الاهلي في مواقع نشوف. اليوم السابع حكايه 8 مواجهات جامعه الاهلي مع الوداد في دوري ابطال افريقيا. 1-3 الاهلي مهدد بالاقصاء من دوري ابطال افريقيا بفعل فاعل. سوبر كوره الاهلي يفتح ملف التجديد لرباعي الفريق خلال ايام. الشروق مفاجأة في موعد انتظام حمدي فتحي تدريبات الاهلي الجماعي. سوبر كورة تحسن حالة عماد متعب الصحية، قناص الاهلي يغادر العناية المركزة اليوم. اليوم السابع بتتكلم عن مباراة الوداد في نصف النهائي، الاهلي والوداد، بس يعني كلام مبكر شويه، لسه المباراه دي في اول شهر 5، يعني لسه قدامك شهر ونص تقريبا يعني او اكتر كمان على المواجهه دي. لكن في كل الاحوال الاهلي والوداد اتقابلوا قبل كده 8 ماتشات، الاهلي فاز 2 والوداد فاز 2 وتعادلوا في 4 مباريات، منهم 3 تعادلات بشكل ايجابي يعني، وتعادل وحيد سلبي. اول مواجهه كانت في 2011 في دور المجموعات في الجوله الاولى، الاهلي تعادل مع الوداد 3-3، كان احرز اهداف الاهلي متعب وجمعه ودومينيك. المباراه الثانيه كانت في الجوله 5 من نفس البطوله، والاهلي تعادل 1-1 هناك، احرز هدف الاهلي محمد ناجي جده في هذا التوقيت. وبعد كده لعبناهم في 2016 تعادلنا 0-0 في برج العرب، وبعد كده لعبناهم هناك وكسبنا 1-0 بهدف رامي ربيعه، كان الكلام ده الجوله الثالثه والجوله الرابعه. وبعد كده في 2017
الاهلي فاز 2-0 في القاهره بهدفي مؤمن زكريا واجاي، وبعد كده هناك في المغرب خسرنا 2-0، ده ايضا كان دور المجموعات. وبعد كده المباراتين اللي احنا عارفينهم كلنا في 2017 نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، الذهاب كان 1-1 بهدف جميل جدا لمؤمن زكريا في التوقيت ده، والاياب كان 1-0 للوداد. ماشي، تعالوا نروح لوان 3. بتتكلم في جزئيه مهمه جدا برضو بخصوص مباراه الوداد ونصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا، بيقول لك الاهلي مهدد بالاقصاء من دوري ابطال افريقيا بفعل فاعل. قصدهم على ايه؟ قصدهم على تصريحات سعيد الناصري رئيس نادي الوداد بعد الازمه الشهيره مع الترجي السنه اللي فاتت ونهائي بطوله الامم الافريقيه، وان هو قال علنا كده، قال كل المسؤولين في الاتحاد الافريقي قالوا لي عدي الماتش ده واحنا السنه الجايه هنديك البطوله. طبعا طبعا عشان نبقى متفقين، في تخوف من تصريحات زي دي. افريقيا بتشوف كل حاجه، سواء تحكيم، اخطاء اداريه كتيره جدا، مسؤولين في الكاف، الكلام من ده، فاكيد في تخوف. لكن في نفس الوقت التخوف ده لازم نفصله عن كل الاحترام والتقدير لفريق الوداد كامكانيات، فريق كبير مش محتاج للحاجات دي، مش محتاج مثل هذه الامور. لكن التخوف من قبل المسؤولين في الاتحاد الافريقي، من قبل التحكيم، التخوف من التحكيم هيفضل مستمر. لينا حديث يعني في القصه دي لاحقا، يعني لسه بدري على المباراه. طيب، سوبر كوره بتتكلم على ان الاهلي يفتح ملف التجديد لرباعي الفريق خلال ايام، وده اللي هيحصل فعلا خلال ايام قليله باذن الله، هنسمع جديد في الملف ده. الشروق بتتكلم عن حمدي فتحي، موعد انتظام حمدي فتحي بتدريبات الاهلي الجمعيه، اول لاعب هينتظم في نهايه مايو، لو ممكن يبقى قبل كده على حسب تطور الحاله هنشوف، لكن في كل الاحوال صعب، صعب جدا ان هو يكون متواجد في نصف النهائي. وفي نفس الوقت احنا ما شاء الله عندنا لاعبين في خط الوسط مميزين جدا يعني، لكن هو طبعا لعيب اضافه يعني عشان نبقى متفقين. سوبر كوره بتتكلم عن تحسن حاله عماد متعب الصحيه، امبارح عماد متعب يعني للاسف كده امبارح قرينا خبر انتشر على السوشيال ميديا وازعجنا بشكل كبير، ان هو جاله جلطه وكلام من ده، يعني الناس هولت الموضوع شويه، مفيش جلطه ولا حاجه، هو اللاعب كان بيلعب تنس تقريبا، عماد متعب، فجاله هبوط حاد في الدوره الدمويه، فاغمى عليه وبعد كده راح المستشفى، عمل يعني بعض التحاليل المطلوبه عشان يطمن على حالته، وحالته مستقره جدا، وهيغادر ان شاء الله النهارده المستشفى، الامور تبقى جيده بالنسبه لعماد متعب، احد نجوم النادي الاهلي التاريخيين بكل تاكيد. الف مليون سلامه على نجم نجوم النادي الاهلي السابق عماد متعب. طيب، هروح لفاصل مهم، بعد الفاصل نرجع لضيفنا العزيز محمد الديك ونتكلم في كل تفاصيل انتصار الاهلي بالامس وساعات النادي الاهلي لمباراه سموحه. استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد، بينورني وشرفني في الاستوديو الاستاذ محمد الديك الناقد الرياضي للحديث عن مباراه الامس وكمان عن تعثرات النادي الاهلي الفتره اللي جايه. يا ديك منورنا. ازيك يا امير، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اهلا بيك واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي. اهلا بيك. عايزين نتكلم عن الماتش طبعا امبارح ورايك في الاهلي، بس قبل ما اتكلم عن الاهلي واللاعبين والجهاز الفني عايز اتكلم عن دور الاداره، لان يعني ده امر مهم جدا لازم نلقي الضوء عليه في الحقيقه، لان النجاح ما بيجيش بس من الجهاز الفني واللاعبين، لا، في جوانب اداريه بتبقى مهمه جدا وتحركات مهمه حصلت من النادي الاهلي بالتحديد بعد مباراه النجم الساحلي الاولى. دي حقيقه، وزي ما انت قلت امير، اللي هو النجاح مش في النادي الاهلي تحديدا، مش بيجي مش ضربه حظ او وليد الصدفه زي ما بيقول. في منظومه متكامله، مجلس اداره، جهاز فني، لعيبه، جمهور. النادي الاهلي بدا التجهيز لماتش سان داونز من بعد ما انتهى هنا 2-0 في استاد القاهره. خلاص الناس كلها قالت ان الماتش صعب هناك، واللي حصل السنه اللي فاتت مش عايزين نكرره تاني، فمجلس الاداره خد قرار ان هو كابتن محمود الخطيب يطلع رئيس بعثه النادي، الفريق يسافر بدري علشان يتجنب ظروف الضغط الجو، ظروف الجو والارتفاع منسوب الارض على سطح البحر شويه. فلا يعني وجود الكابتن محمود الخطيب وعلى راس بعثه النادي الاهلي تحديدا، هنتكلم شويه جزئيه يمكن ما حدش لمس فيها. الكابتن الخطيب كلاعب كره يعني من الجيل اللي خد البطوله، اول بطوله دخلها لافريقيا في النادي الاهلي كان هو النجم السوبر ستار زي ما بيقولوا. فوجود الكابتن خطيب اللي هو واخد زي ما بيقول كده، لو احنا هنحسبها ربع بطولات النادي الاهلي افريقيا في دوري ابطال افريقيا، واقف قدام اللعيبه، متواجد معاك في تدريبات، بيذلل كل العقبات، مع السفاره بيتواصل مع السفير، حضور الجمهوري كويس، لا الاجواء كلها الصراحه كانت مثاليه، وده مش جديد على اداره النادي الاهلي كويس. بدليل انك انت زي ما بتتكلم كده قلنا نفس القصه في ماتش الهلال السوداني،
كابتن محمود الخطيب رغم الاصابه اللي عنده والمرض التعب اللي عنده شويه، وكان وقتها كان مسافر. عايز اقول لك على حاجه، دي كل دي طبعا جوانب ايجابيه وحاجه تحسب للكابتن محمود الخطيب رغم ظروفه الصحيه وكلام من ده. انا الاهم بالنسبه لي بصراحه يعني مجلس اداره النادي الاهلي ككل، مش فرد واحد. ايوه انا بقول لك لا ككل. بالتحديد الخطابات اللي ارسلها النادي الاهلي للاتحاد الافريقي للاتحاد الدولي بعد مباراه جوشوا بوندو، مباراه النجم دي قصه هنتكلم فيها. دي قصه، لا دي قصه لازم نبتدي بيها. أيوة لان ده امر مهم جدا. زي ما قلت لك الاهلي بدا الترتيب للمباراه دي قبل ما يسافر سان داونز، قبل ما يسافر لجنوب افريقيا. حلو. باختيار كابتن محمود الخطيب رئيس البعثه. تمام. بخطوات اللي اتبعتت للاتحاد الافريقي، مش تشكيكا في بكاري رسام، لا بكاري رسام حكم كويس جدا وتمام التمام. اه الاهلي تعرض لكذا، بس الاهلي في خطاباته يا جماعه انا الراجل ده بيسبب لي مشاكل 1 2 3 4 بالاسانيد، يعني هو كمان مش اللي هو فكره ان انا بعت جواب خلاص انا مش عايز الحكم ده، لا قال يا جماعه والله بعد اذنكم حد يجي يراقب تصرفات الحكم ده. صح. لان انا مش كل سنه هدفع ثمن اخطاء تحكيم. شفنا السنه اللي فاتت برضه في ماتش سان داونز، هو كان بكاري رسام في الماتش الاياب هنا في القاهره في اسكندريه قصدي برج العرب، خطأين اثروا في نتيجه الماتش. نفس القصه في نهائي 2017 مع الوداد، من الوداد. ماتشات قبل كده في استاد ملعب مالي، في استاد المالي. فلا يعني القصه كلها اختيار الجوابات واختيار التوقيت بتاع الجواب نفسه والخطابات، ولكن ده تلجأ للمنظومه الشامله او اللي زي ما نقول كده اللي هي الام اللي هي بتدير المسابقه كلها الاتحاد الافريقي. دي خطوه تحسب جدا لاداره النادي. زي ما قلت لك النادي الاهلي لعب جيم بره ملعب لوكاس موريبي، يعني القصه كلها برضه عشان الامور تبقى واضحه للناس. هو جيم مش عشان الاهلي يكتسب شيء مش حقه، لا الاهلي عايز حياديه. بس انا قلت لك هو الاهلي ما طلبش حاجه زياده، انا مالكش انا هغير، انا مالكش انا هغير الحكم. صح. برغم ان هو كان في انديه ثانيه بتخش وبتتغير الحكام وبيجي هنا وبيتشال ده وتتحط ده. انا قلت لك الاهلي في خطابه قال يا جماعه بعد اذنكم انا عاوز العداله التحكيميه، ويا ريت لو كده حد يراقب تصرفات الحكم اللي بيدير الماتش. بالظبط. برغم ان زي ما قلت لك الحكم اصلا معلن بليه ب 15 16 يوم، يعني فتره طويله. كان ممكن الاهلي زي ما قلت لك لو الاهلي ما بيطالبش اللي هو الحاجه اللي الفير، لا انا بعد اذنك غير الحكم خالص. بس الاهلي طبعا ان هو عارف وان هو زي ما قلت لك انا مثال الالتزام وبيطالب بس الحاجات جيم نضيف بره الملعب اتعمل واتلعب بحنكه وحرفيه شديده جدا. تمام. ده امر مهم. انت برضو ما كلمتنيش على الجزئيه بقى الاهم اللي كانت من مشاكل اللي بيتعرض ليها النادي الاهلي، مش كان بس بكاري جسام، كان في اداء لبعض الحكام، وكان منهم حكم مباراه النجم الساحلي الاولى في اول جوله في دور المجموعات. ما قلت لك هو الاهلي ما قلت لك هو الاهلي ك انت ركزت بس معايا على ماتش صن داونز. لا 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 خالص، انا قلت لك الاهلي عانى عانى من التحكيم، الظلم التحكيم الافريقي. اول ما يعني انت لو هتجيب ترجع بقى ورا خالص 83 قدام كوتوكو، يعني في النهائي الاهلي ظلم بين. نفس القصه في ماتش 2010 قدام الترجي ايد انرام، يعني لا في بطولات الاهلي خسرها بسبب حاجات العرغول في 2007 قدام النجم الساحلي، فضيحه في قلب استاد القاهره. لا انت بتتكلم الاهلي طول عمره بيلتزم بس بان انا ملتزم ومؤدب وكل حاجه، بس في وقت من الاوقات لازم بعد اذنكم يا جماعه لا في خطوات ايجابيه اللي هو في فلوس بتدفع وفي جمهور تعبان وفي جمهور وفي لعيبه وفي جهاز فني وفي مجلس اداره عارف ان الدنيا دي كلها مجهود هيضيع، مجهود سنه كامله بيضيع، او مش سنه كامله لا مجهود ناس كتير قوي تعبانه في مع الفريق ومع الاداره ومع الجماهير. لا يعني اعتقد الخطوه اتمنى ان النادي الاهلي يواصل بيها، واعتقد ان الفتره اللي جايه ان شاء الله بعد اللي حصل اتمنى ان التحكيم في افريقيا يبقى عادل شويه. ده امر هيكون مهم. المباراه بقى رايك فيها ايه امبارح؟ هنقول برضو ثلاث مشاهد في الماتش، او يعني اكتر من مشهد في الماتش كانوا واضحين. البدايه المفاجاه لريلي فايلر انك انت تبدا بثلاثه في نص الملعب كانت مفاجاه. كانت مفاجاه طبيعي ان الاهلي اصلا ما بيلعبش بثلاثه مع فايلر، ما حصلتش قبل كده. لا ثلاثه كمان، ثلاثه ليهم ميول دفاعيه. صح. انك انت تلعب محمود متولي وقدامه السوليه وقفشه، ممكن قفشه شويه يتحرك شويه قفشه قدام. ما كانش بيلعب امبارح قصدي متولي وديانج والسوليه. الثلاثه مش ما فيش حد فيهم ليه ميول هجوميه اكتر، يعني القصه كلها انك انت معروف في كره القدم اللي يمسك نص الملعب هو ليه الافضليه. صح. ودي اللي حصلت، ان هو حتى موسيمالي في الاول خالص الربكه بتاعت الاهلي جه منها جول والهجوم والضغط الكلام ده كله. لا التشكيله والبتاع دوت يدل ان فايلر عارف قدرات، وان فريق سان داونز من اقوى الفرق اللي موجوده في ربع النهائي دوري ابطال افريقيا، يعني مع احترامنا لباقي الفرق.
فريق سان داونز فريق غلس على ملعبه كمان بالاضافه لملعبه، فكره انك انت بتلعب في ملعب ضيق شويه، ملعب جمهور يعني احنا شفنا قبل الماتش، قبل الماتش بنص ساعه الجمهور كان لسه بيجي ويروح والكلام ده كله، فلا الدنيا ما كانتش بالنسبه لهم، كانت المفاجاه ضربه البدايه الاول دي مفاجاه. تمام. اللقطه الثانيه المفاجاه الثانيه فكره التغييرات. الثلاث تغييرات اللي نزلوا امبارح، محمد هاني، ايمن اشرف، حسين الشحات، كان ليهم مفعول السحر فوق التكتيك العالمي اللي كان بيلعب بالاهلي في الماتش. كويس. انك انت بتضغط سان داونز على الجنبين اللي هم كانوا اصلا سر قوه سان داونز اللي هو الاجناب، وانك انت بتدي مساحه خلف الظهير الايسر بتاع سان داونز اللي حسين الشحات، وكان اكتر يعني حسين لولا غياب التوفيق والتسرع شويه في انهاء الهجمات كان الاهلي ممكن يطلع مثلا الماتش ده 3-4 يعني. بس صح، الحمد لله ربنا كرمنا وتاهلنا. الحاجات دي يعني ليها وقتها بعدين. بس لا احنا بنتكلم في فكره التغييرات والقراءه الجيده للماتش ورد فعل فايلر بعد هدف علي معلول، تدل ان الراجل دوت عارف مدى اهميه يعني خلاص دخل الجيم وعارف مدى اهميه بطوله دوري ابطال افريقيا. كويس. بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. قصدك على الرياكشن بتاعه بعد الهدف يعني. الحماس اللي كان فيه والفرحه اللي كان فيها. الفرحه اللي كان فيها. هو مش قصه الناس كلها، اصل احنا ما تاهلناش يعني، برضو الجمهور الاهلي برضو او فايلر عارف ان الاهلي عاوز البطوله. البطوله طبعا، مش مجرد يعني التاهل. مش مجرد التاهل. اكيد اكيد. بس فكره انك انت مثلا الفريق دوت كان عامل نتيجه كبيره عليك السنه اللي فاتت، وتصريحات المدرب الاستفزازيه والحاجات والجو والضغط العصبي بتاع اللي كان محجود فيه اللعيبه الفتره الاخيره، لا يعني فايلر واضح ان هو فعلا بدا يستوعب او بدا يخش الجيم الافريقي زي ما بيقول كده، وعارف خلاص فهم اللعبه ماشيه ازاي زي ما بيقول. فريق افريقي يبقى ليه تحضيرات خاصه غير التحضير المحلي. الحاجة التانية برضه فرحة اللعيبة بهدف علي معلول. طبعا. الرد الفعل برضه بتاع فرحة اللعيبة برضه كانت حاجة كويسة. اللقطة المشرفة واللي المفروض تتبروز لقطة كابتن محمود الخطيب وهو بيسقف لعيبة سان داونز بعد الماتش. بعد الماتش وهم خارجين. دي طبعا تدل يعني روح رياضية عالية جدا. أكيد. من الكابتن الخطيب. خلاص الماتش خلص. اللعيبة بتسلم على بعضيها بعد الماتش. رئيس النادي المنافس بيقف يسقف لك انت وداخل في ممر غرفه الملعب، ما شفناش مثلا احتداد من حد، احتكاك، الاستقبال كان كويس بلعبه من فريق سان داونز واداره سان داونز بدايه من وجود الفرقتين على الطياره، والمدرب يحاول يخلص الاجراءات لعيبه الاهلي الاول واداره النادي الاهلي الاول. لا اعتقد يعني كان المباراه تكتيكيا زي ما قلت لك، الاهلي لعب جيمين، جيم اداري بره الماتش، جيم عالمي جوه الماتش ثاني. الفكره الحاجه الاداري المطالبه بالحفاظ على حقوق الاهلي فقط لا غير، عشان بس الكلام يبقى في مكانه، عشان البعض ممكن يفسرها بطريقه مختلفه. انت عارف البعض اصلا لا هو البعض يعني البارح يعني البعض يعني كان يتكلم بشكل مش كويس، بس ملناش علاقه بيه يعني. ما تحطش دماغك الكلام ده، الاهلي اكبر من كده. نتمنى التوفيق للجميع يعني الصراحه يعني. اكيد طبعا. القصه زي ما قلت لك، امير ريلي فايلر لعب تكتيك رد مش رد فعل، كان هو واخد المبادره الاول. كويس. ودي حاجه كويسه، بس احنا عايزين نشيد بالشناوي شخصيه في الكوره. الكره الاولى دي اللي فرقت. اللي هو اول خمس دقائق اللي لش الشناوي الصراحه يعني كان الموضوع هيتقلب، وكنت تدخل في حسابات ثانيه جديده. طبعا فلا طبعا اول حاجه يعني التصريحات كمان المتزله من اللعيبه بعد الماتش وعلى راسهم محمد الشناوي. ان هو يعني كان لسه منزل تغريده على تويتر على حسابه الشخصي اللي ورد على تويتر، بيقول الحمد لله احنا كنا قد المسؤوليه ووعدنا واوفينا. فعلا فلا يعني اللعيبه كانت عارفه مدى اهميه الماتش، وكان يعني زي ما بقول كده مش عايزين نقول فكره طارق بايت، لا يعني خلاص ماتش وانتهى، والنادي الاهلي مش بيقف مثلا على ماتش او بتاع دوت، لا خلاص الاهلي استعد هيبته. مكتسبات كتير قوي للنادي الاهلي من الماتش دوت، انك انت تلعب بره ملعبك وتتقدم دي حاجه كويسه جدا. فكره ان اللعيبه ما تتهدش مثلا بعد الهدف اللي جه فيها، بتلعب بشخصيتك، شخصيه النادي الاهلي القويه اللي وضحت على الملعب، سيطره، انتشار، هجمات، برغم انك انت مثلا كانت نتيجه 1-1 تكفيك انك انت تتاهل، لا انت بتحاول مره واثنين وثلاثه واربعه. وحتى الاحصائيات بعد الماتش، الفرص بتاعت النادي الاهلي او المحاولات على المرمى اكتر من نادي سان داونز، لا في مكتسبات كتير قوي، وجود مثلا اليو بادجي مشاركه اساسيه مثلا لمده 70 دقيقه كاساسي، لا في حاجات برضه امبارح شفناها تدل ان الفتره اللي جايه ان شاء الله افضل للنادي الاهلي. رايك في بادجي؟ بادجي تحركاته كويسه في الملعب. ما نقدرش نحكم عليه في اول مثلا
شهرين او اول ماتش اول 3 4 ماتشات. وخصوصا ان جيم الاهلي امبارح ما كانش هجومي قوي يعني عشان تقدر تحكم على المهاجم. يعني هو كان يعني كان واضح ان هو كان ليه كام حطه وشفناها اكثر من مره. ادى واجباته بشكل مميز في الحقيقه جداً. هي الكوره بس اللي ضيعها دي كانت عايزه وان تاتش على طول جول. يعني ممكن زي ما قلت لك يعني الضغط اللي هو كان مثلا قدرها غلط علشان اللي حصل مثلا في ماتش كان عايز يضمنها زياده. فكره برضه انك انت في 3 4 مدافعين قدامك فانت مش شايف الجول بشكل كويس. ممكن مثلا برضه التاخيره شويه في السلاية ان هو يباص شويه برضه بس السلاية عمل فيها مجهود رائع. لا لا هو يحسب له طبعا. بس كان ممكن في بعض الكرات اللعيب ياخد فيها انانيه احسن. كان ممكن يتقلى فيها السلاية كان شوتها في الزاويه الناحيه الثانيه بوش رجله كانت تبقى افضل وهيبقى شكلها حلو ومحدش هيلومه لو بوصاش يعني برضه عشان فكره ان هو برضه حد يقول لك ان هو لا كنا هنلومه لا احنا بنلوم على كل حاجه. هو دلوقتي خلاص بقيت حوالي 100 مليون محلل و100 مليون طبيعي الكره اللعبه الشعبيه يعني الاولى طبعا. لا برضو مجهود يشكر للسلية برضو عمل جيم كويس جدا جدا امبارح. فلا الاهلي خرب بطولات كتيره اولها انك انت برضو حققت رقم انك انت تاهلت للمره 16 في تاريخ النصف الاخير طبعا رقم كبير رقم كبير مش 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 قليل. فكره برضو انك انت ثبت ارضك خلاص بالنسبه لك بره زي جوه ودي يعني الاهلي كان في فتره كده من الفترات ظروف الخارجه التغييرات الكتيره اللي في قائمه الاهلي التبديلات الجديده الاصابات الكتيره اللي كانت عندك الغيابات الكتيره كانت موجوده كانت مؤثره على شكل النادي الاهلي بره. مع ان شاء الله مع عوده المصابين ومع عوده العناصر القويه برغم ان فايلر برده يعني الحاجه تحسب له بيلعب باي 11 بيعرف يتعامل في الغيابات يعني كان عندنا مدربين بيشتكوا دايما من الغيابات لكن دي ميزه تحصل لمستر فايلر الراجل يعني ما بيشتكيش لا بيلعب يعني بال11 الموجودين عنده او بال18 عشان برضه ما يقفلش دور البدلاء لا هو مركز على القايمه كلها في الحقيقه في كل الماتشات انت بتلاقي تغييرات وروتيشن كتير انا فاهم انا بقول لك هو الراجل لو ليه 11 واحد موجودين بس معاه هيتعامل بيهم انا بتكلم في فكره لا هو الراجل بسم الله ما شاء الله اعتقد ان فرقه الاهلي بالكامل بالمناسبه دي لقطات للتدريبات اليوم بالنسبه للنادي الاهلي بعد المباراه ده بعض المتابعين يعني جنوب افريقيا بيحاولوا يقلدوهم كان ممكن زي ما قلت لك يعني لو هو راجل مثلا مش في دماغه مثلا مش في دماغه كده قال لك مثلا النهارده راحه بلاش من اخلص ناخد يوم فري كده لكن واضح ان الراجل برضو عارف ان هو مش جاي يلعب عنده ماتش قريب قدام فرقه تقيله فرقه سموحه في الدوري الفاصل الزمني بانك انت هترجع مثلا النهارده بالليل متاخر شويه هترجع الصبح بقول لك يعني هترجع الصبح مش هيبقى عندك برضه راحه كتير او هترجع مثلا مره ثانيه الوقت ده فقال لك لا استغل انك انت موجود في ملاعب مثلا كويسه الراحه بص بيتمرنوا زي نفس حركات اللعيبه دمهم خفيف صراحه بص طبعا يعني النهارده بالمناسبه كانت التدريبات كلها استشفائيه يعني عشان مباراه امبارح والمجهود الكبير بالنسبه للنادي الاهلي اللاعب اللي مدينا ظهره ده لا هو مش مجرد لاعب في الحقيقه احمد فتحي يتعوض 100 لعيب يتعوض احمد فتحي لا طبعا ما يتعوضش لا ما يتعوضش قلت لك يعني جمهور الاهلي كان امبارح احمد فتحي 100 لعيب كان يعني الشعار بتاع جمهور الاهلي امبارح احمد فتحي اللقطه المثاليه اللي عملها امبارح في بعد الماتش لا لعيب اهلاوي لا هو اهلاوي قوي لعيب اهلاوي قوي قوي قلبه اهلاوي بيحب النادي الاهلي عارف يعني ايه قيمه فانيله النادي الاهلي لعيب مثلا بيتمرن مش فارق مثلا متجدد الدوافع دي حقيقه الدوافع عنده على طول متجدده رغم ان الراجل ده ديك شارك في كل البطولات اللي في الدنيا وحقق القاب كتيره جدا اقول لك يعني ما عندوش تشبع مثلا فكره ان انا خلاص ما عنديش تشبع مثلا لا فكره ان انا برضو طالما قادر ان انا ادي العب اتمرن بشكل كويس ما عنديش مشكله في اي حد يجي يتنافس معايا في نفس المركز كلنا اهم حاجه الاهلي النتيجه الكويسه فرحه الجمهور يمكن انت اتكلمت في جزئيه ان هو لعب في كل البطولات المحليه والعالميه مع المنتخبات وكل المنتخبات لا انا اضيف لك كمان ان هو لعب في كل المراكز باستثناء اعتقد ان هو راس الحربه وحارس المرمى يعني لو في مثلا مستر بالو الجزائر كان لاعب وائل جمعه قبل كده راس حربه ماتش الجزائر ماتش في الجزائر كان ماتش الاتحاد العاصمه على ما اعتقد فلا يعني رايك ايه فايلر؟ يعني دلوقتي احنا كنا من فتره من الفترات البعض كان يقول لك ايه؟ يقول لك لا استنى ما تقيمش فايلر ما اختبرش اختبار قوي ومفيش ماتش جامد لعبه ولما مش عارف يلعب انهي ماتش هنعرف الراجل ده كويس دلوقتي اعتقد يعني هو لاعب اقوى واصعب ماتش في البطوله رايك في ايه بغض النظر طبعا عن اللقب يعني انت ممكن تكون موفق ما تبقاش موفق في بعض الاحيان الاخرى لكن
تقييمك ليه لحد دلوقتي؟ بص هنتكلم في اساسيات المدرب. اول حاجه الاتزان النفسي بتاعه كويس، ده مهم قوي. الراجل مثلا منتهى الابتسامه اللذيذه بتاعته. وسيم يعني شكله كده مثلا مش منفعل. بس وسيم دي ما تضيفنيش في حاجه يعني. وسيم مش وسيم كشكل. وسيم في التعامل، في رد الفعل، في حتى التعامل. بيقف مثلا بيعترض على الحكم بشكل محترم، شيك يعني في تعاملاته. يعني بيتكلم بشكل ذكي في تصريحاته. معلش مثلا فكره ان هو لا خلاص يتعصب من اقل رد فعل او مثلا مش كويس. بيعرف يحتوي اللعيبه بشكل كويس بره الملعب وجوه الملعب. ده مهم. وبره الملعب كمان اهم. بعد ما انتهت الماتش امير امبارح يعني كان في لقطه كده جه بيسلم على كل اللعيبه. بعد الماتش غرفه خلع الملابس برضه بيتكلم على كل لعيب، انت عملت كذا النهارده، ضربوا جيرالدو واجايه، كل اللعيبه، محمود متولي، حسين الشحات، جيرالدو، اجايه، كل اللعيبه بشكل منفرد، كل واحد انت النهارده عملت كذا، عندك كذا، برافو النهارده، في عندك واحد انت تبع ناخد منها الماتش اللي جاي. دي الحاجه. الحاجه الثانيه قراءته للمباريات، ده امر مهم قوي، ده اهم حاجه بصراحه في المدير الفني. يعني غريف فايلر ياخد مثلا نسبه مثلا 80 90% في قراءه الماتشات. يعني مش هقول 100% عشان برضه لا 100% كنت هقول لك 100% دي في الشوط الثاني. في الشوط الثاني، الشوط الثاني ياخد 100%. انك انت كذا يعني كذا ماتش الاهلي. اصل في مدربين بيعملوا ايه، بيبتدوا غلط فالدنيا بتعق منهم خلاص، بقى ماتش اللي بتفتح ضاع، اللي بتفتح منه خلاص، بتشيل مثلا، كنت مثلا شايل 2 3 في الشوط الثاني، ممكن تبدا تكمل لحد 5 6 يعني. فلا الفكره اللي بقول لك فيها فكره انك انت عندك اتزان نفسي. دي حاجه كويسه للمدرب. تعرف ترد على الاعلام والصحافه بشكل كويس جدا. حلو. يعني كذا مره يعني مع احترامنا لزمايلنا الصحفيين والكلام ده كله، في اسئله بره المؤتمرات الصحفيه كده، اللي هو فكره انك انت بتسال في اسئله بعيد عن الماتش او حاجات كده خارج عايز يطلع معلومه. شغله برده مفيش مشكله خارج النطاق الماتش. مثلا الراجل بيرد عليها بشكل احترافي في غيره. انا بتكلم فكره ان بقول لك مقارنه بغيره امير. لا لو مثلا مدرب ثاني يقول لك لا انا مش هجاوب فيه، او تعالى اقعد مكاني. يعني في ناس بتقول لك تعالى اقعد مكاني. شكرا يا سمير جدا. اللقطه دي بص هو بيدي جدا. احنا هنا ايه كسبنا وصعدنا وعملنا ماتش كبير وكل حاجه، لكن بص تركيز المدرب، كلامه مع اجايو ومع جيرالدو، ده امر مهم جدا في توقيت زي ده. لا بقول لك بعد الماتش يعني انت كان ممكن مثلا بعد الماتش خلاص اللعيبه تغير، لا نغير بقى في اتوبيس او في فندق نقعد فيه مثلا. بالظبط. على فكره دي مش اول مره تحصل ليك. هو الراجل قبل كده في مؤتمر من المؤتمرات حد ساله سؤال معين قال له انا بعد الماتش بس اتاخرت عليكم معلش عشان كنت بدي تعليمات للعيبه. بقول لك اصلا يعني المؤتمرات الصحفيه بتاعت فايلر متابعها بشكل كبير جدا. فلا الراجل محترم جدا جدا في التعامل مع الصحافه. بيقعد لحد نهايه المؤتمر بيتكلم. بص حتى مع اللعيبه. بص اللعيبه يعني بص الاثنين يعني كان ممكن مثلا الناس يقول لك ايه خلاص احنا خسرنا وخلاص بقى ونقضيها بقى انتصارات واهاجيس بقى ونغلي في اوضه اللبس. اللعيبه هيصت وغلت مع نفسها. جه الراجل دلوقتي اهو بيتكلم انت وانت وانت وخلاص. على كده بالنسبه له في ماتش ثاني، في بطوله ثانيه خلاص. الاهلي قفل، الاهلي متعود دايما يقفل الماتش. خلاص عندنا بطوله ثانيه بنلعب فيها في دوري مهم، برغم انك انت مثلا بتتكلم في فرق مثلا كبير قوي بينك وبين الثاني، بس لسه البطوله ما خلصتش. طبعا ما خلصتش، لكن الاهلي اقرب باذن الله. الاهلي اقرب، التنويم المغناطيسي اللي شغال والكلام ده كله. ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي ان شاء الله في كل البطولات ان شاء الله والمنافسات اللي جايه ان شاء الله. طيب اللي جاي بقى بالنسبه للاهلي، وده دايما اللي احنا بنفكر فيه، يعني الاهلي خلاص حسم التاهل لدور نصف النهائي. البطوله طبعا ما اتحسمتش بشكل رسمي، احنا لسه قدامنا دورين، قبل النهائي والنهائي باذن الله ناخد البطوله. لكن انت دلوقتي خلاص هتقفل الملف الافريقي مؤقتا وتركز على الملف المحلي ومباراه سموحه. هل الفتره ما بين مباراه سان داونز وسموحه شايفها فتره عاديه طبيعيه لاي فريق هيلعب مباراه؟ مش طبيعي. لا مش طبيعي طبعا. طب ايه الاسس اللي خد الاتحاد قرار بناء عليها عشان المباراه تتلعب في التوقيت ده يعني؟ بص هو يعني ما اعرفش الاتحاد كان طلع بقرار فوق لجنه المسابقات تحديدا. لجنه المسابقات طلعت قالت ان هو يا جماعه اللي هيلعب في افريقيا هياخد 5 ايام، هيريح 5 ايام لو هيلعب بره، واربعه لو هيلعب جوه. فلا يعني فكره انك انت في فريق برده كان بيلعب في افريقيا هيرجع قبل الاهلي وهيلعب بعد الاهلي. فلا يعني فكره ان الجدول محتاج شويه عداله برضه في التوزيع، برضه فكره الناس بتتكلم شغل كويس وتمام، بس لا في حاجات كده صغيره، تركات صغيره كده ممكن تبوظ الدنيا كلها. فرقه جايه من جنوب افريقيا سفر يعني اعتقد نص يوم كامل او يوم كامل، 11 ساعه تقريبا، نص يوم. فلا فكره انك انت
اكيد حاطط جدول انك انت تريح مثلا اللعيبه وبعد كده اللعيبه بتلعب باسم مصر. برضه هنلعب نقول ان الاهلي بيلعب باسم مصر ما بيلعبش باسم النادي الاهلي. فلا التوقيت صراحه ضيق جدا. زي ما قلت لك كلام الفايلر النهارده استغل وجوده في جدول الفرقه استغله كويس جدا، استغل امثل فك عضلات واستشفى لبعض اللعيبه، تدريبات ترفيهيه شويه، شوف لك كره الطايره بالقدم برضه حاجات كده برضه تنشط اللعيبه شويه ما ترهقهاش بدنيا، انك انت ما تعملش سبرنتات كتيره ومش هتفتح مثلا تقسيمه والحاجات اللي زي كده. ان شاء الله الفتره اللي جايه الاهلي يقدم مستويات كويسه. و هيتعامل ازاي في مباراه سموح؟ دي الوقت اجهاد بعض اللاعبين، متوقع مستر فيلر يعمل ايه؟ ممكن يريح بعض العناصر. هيريح بعض العناصر؟ ممكن يريح بعض العناصر. ونشوف العناصر ما شاركتش في الماتش الاخير. خلي بالك مباراه سموحه مهمه قوي عشان ان شاء الله باذن الله من خلالها تعادل رقم مستر مانو ازاي في عدد الانطلاقات دي حقيقه. غير كده كمان انت برضه زي ما تقول كده مواجهه مؤجله شويه بين حماده صدقي وكابتن حماده وكابتن فايلر. لان هم كانوا هيلعبوا بعض لو كان كابتن حماده استمر في الهلال السوداني في ماتش الهلال السوداني، بس الكابتن حماده المدربين المميزين طبعا كابتن حماده. كابتن حماده من الشخصيات الكويسه جدا وبيعمل ماتشات كويسه جدا قدام النادي الاهلي. يعني قدام ايام الجونه وادي دجله، سموحه لما كان ماسك سموحه برضه في الفتره الاولانيه في الولايه الاولانيه، لا كان بيعمل ماتشات كويسه جدا قدام النادي الاهلي برضه. وفكره ان هو جاي على جهاز جديد يعني ماسك جديد من سموحه، اخر لعب ماتش او ماتشين بس مع سموحه بقى غالبا. اخر ماتش كسبه فريق اف سي مصر. لا اعتقد برضه هو الثاني نفسه ان هو يخش يعمل حاجه قدام النادي الاهلي اللي هو متصدر الدوري ما خسرش ولا ماتش. في دوافع كتير عند كابتن حماده بالاضافه لدوافع النادي الاهلي اللي هي اكتر شويه، الفرقه بتنافس على رقم زي ما قلت رقم مانويل جوزيه 17 انتصار متتالي، ريلي فايلر مكسب بره وجوه وافريقيا ومحلي، دي بتدي دوافع جديده للنادي الاهلي. فكره برضه تحسس اللعيبه ان خلاص البطوله اتحسمت، لا لسه البطوله شويه. الاهلي الاقرب اليها رقميا. في ماتشات كتيره الاهلي كان زي ما قلت لك كان ممكن يستغل الفتره دي، هي اللي جرب لعيبه اللي جرب طرق تكتيكيه جديده في الملعب. فايلر طول عمره يعني خلال الفتره الاخيره معود على مفاجات وفي الاخر بتطلع مفاجات حلوه بالنسبه لجمهور النادي الاهلي. النتائج برضو في مصلحته في النهايه، وبالتوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله. في حاجه مهمه بس يعني الناس كلها بتسال فيها، هو موضوع استاد القاهره واستضافته لمباراه الاهلي مباراه الاياب باذن الله في دور نصف النهائي، لان احنا كنا عرفنا قبل كده ان هيكون في اصلاحات في استاد القاهره بتحديد لارضيه الملعب والبذره الصيفيه وكلام من ده اللي شرحها لنا في مداخله من مداخلات الاستاذ علي درويش اللواء علي درويش طبعا مدير التنفيذي لاستاد القاهره. خليني اقول لحضراتكم ان الاقرب باذن الله تعالى ان هيتم تاجيل الاصلاحات دي. ليه؟ لان المفروض هيتم اغلاق استاد القاهره اخر 4 وانت المباراه تعتبر عندك يوم 8 او 9 5، فال10 ايام دول او الاسبوع ده مش هيفرقوا كتير بنسبه كبيره في ارضيه الملعب يعني. فبالتالي النسبه الاكبر حتى الان ان هيتم تاجيل الاصلاحات في استاد القاهره، بالتالي استاد القاهره باذن الله يستضيف مباراتي الاهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء باذن الله تعالى، وده امر هيبقى مهم جدا عشان عدد الجمهور كمان في استاد القاهره. احنا شفنا بيفرق ازاي في الماتش في الماتش الاخير في الماتش الاخير بتاع سان داونز بتتكلم مثلا 30 او يعني 40 او 50 الف وكانوا موجودين. اتمنى ان الامن يوافق ان هو يبقى العدد اكبر. العدد اكبر ومجلس الاداره شغال في القصه دي كويس جدا، من 10 ل 20 ل 30 الجمهور يوصل ان شاء الله 80 ويوصل 100 ان شاء الله. ونشوف الملعب كامل للفرق الجمهور واضح امير زي ما قلت لك ان هو لعيب بيلعب بره في جمهور شرس جدا خاصه طبعاً. دول شمال افريقيا جمهورها شرس جدا طبعا، رغم ان لغايه دلوقتي ما فيش تاكيدات بالنسبه للماتش بتاع الوداد اللي هناك في المغرب بسبب كورونا وكده، بسبب كورونا في جمهور او ما فيش جمهور. هم واخدين قرار بشهر منع الجمهور من حضور المباراه. لسه القرار ده هيتجدد تاني ولا لا؟ لسه بقول لك انا لسه هناك يعني النهارده الاهلي المصري بيلعب بجمهور في الكونفدراليه، فلا لسه قدامنا شهر لسه هنشوف اذا كان الوباء دوت هيستمر ولا اللي هيكون مثلا الامور خفت ان شاء الله وينتهي على خير ان شاء الله وسلام للعالم كله، وتبقى الامور ان شاء الله زي ما هناك في جمهور شرس. واحنا شفنا في الديربي عندنا احنا كمان ديربي ديربي الرجاء والوداد شفنا جمهور بشع في الدوري العربي في البطوله العربيه. فلا اتمنى ان الجمهور ان شاء الله في الاهلي يبقى موافقه ان شاء الله، بتحس ان هو الجمهور يبقى عدد كبير يعمل خضه للفريق المنافس، يعمل حماس لفريقتك.
واضح ان لعيبه الاهلي برضو وحشها الجمهور في الملعب. اكيد لا الجمهور فرق معاهم في مباراه الذهاب. لسه اقول لك الاداء بيزيد كمان وبيعلى بيعلى بدرجات كبيره كمان في الماتشات اللي بيكون فيها جمهور. يا ديك انا بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا يا امير. مليون مبروك على التاهل. الف مبروك للنادي الاهلي وبالتوفيق ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم. كان ضيفنا العزيز النهارده استاذ محمد الديك الناقد الرياضي، اتكلمنا معاه في انتصار النادي الاهلي وتاهله لدور نصف نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا، بكره حلقه جديده باذن الله. استنونا الى اللقاء.